أصحاب السعادة، ممثلي جميع الأطراف، أيها الضيوف، أرحب بكم إلى هذه الجلسة الرئيسية الأولى حول التشريع في منتدى إدارة الإنترنت. أتمنى أن كان لديكم نقاشات مثمرة، ونحن نقترب من ختام المنتدى، وأعطي الكلمة فورا للسيد توماس ياتسوميك، وهو عضو في البرلمان الألماني وهو المكلف بالشؤون الرقمية في وزارة الاقتصاد والطاقة. سيد ياتسوميك، تفضل. أيها الزملاء والزميلات، أيها المشرعون من كل أنحاء العالم، يسعدني أن حضرتم إلى هنا. نود هنا مرة أخرى أن نتذكر الزميل جيمي شولتز الذي توفي في بداية هذا الأسبوع، ولذلك أرجو أن نعطي لحظة من الصمت. So thank you. شكرا جزيلا. بإمكانكم أيضا أن توقعوا في كتابة ذكرى الموضوع على الطاولة هنا. كان هناك مجموعة خاصة في البرلمان الألماني حول إدارة الإنترنت، وجيمي شولتز كان يسافر نيابة عنا إلى أنحاء العالم، فكان بمثابة وزير خارجية البرلمان الألماني، وكلما كان الأمر يدور حول إدارة الإنترنت فسافر جيمي إلى هناك وعاد إلينا وزودنا بالمعلومات، وبالفعل أقنعنا بهذا العمل بأهمية الموضوع أصلا. وهو شرح للزملاء دائما كيف تعمل إدارة الإنترنت، ولذلك اجتمعنا نحن هنا. فجيمي كان هو المشجع، كان المروج للفكرة، وهو الذي عمل من أجل أن تستضيف برلين هذا المنتدى هنا، وبالتالي نحن خسرنا شخصية مميزة وزميلا عزيزا، وسوف نشتاق إليه في المستقبل. شكرا لكم على احترامكم له. بالنسبة لكلمتي، نحن هنا في صدد منتدى خاص، ولأول مرة لدينا هنا جلسة لأعضاء البرلمانات. أيضا في اليوم صفر الكثير منكم حضرتم، وقضينا أسبوعا مهما هنا في برلين في المنتدى، فبين الأطراف المتعددة في الإنترنت، المشرعون، أعضاء البرلمانات، فالتشريع جانب مهم في لإدارة الإنترنت. التشريعية ليست سريعة كما التطورات في الإنترنت، ولذلك نحن نلاحظ منذ عدة سنوات أن هناك سرعات مختلفة. هناك سرعة مجتمع الإنترنت، وهو تطور سريع جدا، والتكنولوجيا والتشريع لا يمكن أن يكون أن يتحرك بنفس السرعة، ودائما هناك تناقضات ومفارقات في العالم. هناك ما يسمى بحق النسيان، ومن جانب آخر أيضا في أوروبا نريد أن يكون هناك شفافية وتوازن. فكيف نقيم التوازن بين هذه الأشياء؟ من المهم أن نطرح هذه الأسئلة وأن نجري هذا النقاش على الصعيد البرلماني، ومن الجيد أيضا أن نجمع معلومات هنا وأن نأخذها معنا. في هذا العام منتدى الإنترنت هو أمام تحديين.
من ناحية هناك الكثير من أماكن في العالم التي تمتلك إنترنت خاص بها، ولكن نحن في ألمانيا نخاف بأن يتم التفريط بهذا المورد العالمي، أو أن يتم تجزئة الإنترنت، أن يتم بناء العوائق على حساب حرية الرأي في الإنترنت. أنتم هنا اليوم في برلين، وهي مدينة كانت مقسمة لفترة طويلة بواسطة سور، إذن نحن نعرف بأن الأسوار، العوائق ليست جيدة، وأن تمنع الناس من التعبير عن رأيهم ليس من الجيد، وبالتالي من المهم أن نحافظ على الإنترنت الحر والمفتوح وبدون عوائق. والتحدي الثاني يأتي من جانب الصناعة. في بداية الإنترنت كان هناك الكثير من الناشطين، كان هناك الكثير من المصادر المفتوحة، ولكن الآن هناك الكثير من الشركات الكبرى المسيطرة على الإنترنت، وهي أتت بالكثير من الإبداعات والابتكارات، نعم، ولكن هي تضع المصادر المفتوحة في موضع التساؤل. نلاحظ الآن بأن هناك معايير تعتبر ملك لإحدى الشركات، والمعايير المفتوحة مهددة من هذه الشركات الكبرى. نحن نعتقد بأن الإنترنت كمنصة للابتكارات تحتاج إلى المصادر المفتوحة والمعايير المفتوحة. نحن في ألمانيا نكافح هذه العوائق التي توضع من مختلف الأطراف. نحن نعمل من أجل إنترنت مفتوح، من أجل مصادر مفتوحة ومعايير مفتوحة والتوثيق مفتوح. لا نريد أن تسيطر الشركات على الإنترنت، إنما نريد إنترنت يسيطر عليه ويؤثر عليه المستخدمون قبل كل شيء والمجموعات المختلفة. نحن أتينا إلى هنا من أجل أن نطلق نداء جيمي شولتز، من أجل التذكير بهذا السياسي الذي كان يعمل دائما من أجل قيم الإنترنت كما وصفتها سابقا. وهناك تحديات أخرى، مثلا الجرائم في الإنترنت، خطاب الكراهية، وكيف يمكن موازنة ذلك، أو كيف يمكن التوازن بين هذا وحرية الرأي. ومن الجيد أن يتشاور السياسيون من أنحاء العالم حول ذلك، حول مواقفهم وأفكارهم واستراتيجيتهم. نحن وزارة الاقتصاد والطاقة، ونحن والوزير بيتر ألتمايير ندعم الإنترنت المفتوح. وزيرنا كان هنا في اليوم زيرو وافتتح الجلسة البرلمانية. نحن فخورون بذلك أن نستضيفكم هنا في برلين لمدة أسبوع كامل، ونتمنى أن يكون لديكم يوم أخير مثمر، وأن يكون هناك تبادل مفيد، ونتشوق للسنة القادمة حيث ينعقد المنتدى في بولندا، البلد المجاور، من أجل شبكة واحدة ورؤية واحدة وعالم واحد. شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا. لو حضرت الافتتاحية يوم الثلاثاء كنت سوف تستمع إلى كلمات السيد هانس-يورغ دورتز حول جيمي شولتز، ونحن أقمنا طاولة للذكرى لجيمي شولتز، طاولة خاصة له هنا في الصالة، ويمكنكم أن تسجلوا في كتاب الذكرى الموضوع على الطاولة. السيد هانس-يورغ دورتز
هو نائب اللجنة الخاصة بالبوندستاغ، البرلمان الألماني للأجندة الرقمية. تفضل سيد دورتس، الكلمة لك. سيداتي وسادتي، أود أن أرحب بكم من قلبي، وأود أن أشكر زميلي توماس يرتسوميك على كلماته، وهو كان في البرلمان أيضا في الولاية الأخيرة، ويسعدني جدا أن يتحدث عضو من البرلمان إلى إنترنت حر ومفتوح، وأود أن أنضم إلى هذا الطرح. أنا أود أن أشكر الحكومة الألمانية، خاصة وزارة الاقتصاد والطاقة، أنها شاركت في التنافس حول استضافة منتدى إدارة الإنترنت، وأنها قامت بالتنظيم الرائع لهذا المنتدى هنا في برلين. وشكرا على أن الوزارة كانت حاضرة هنا أيضا دائما طيلة الأسبوع، على أن استقبلت جميع الخطابات أثناء هذا الأسبوع. وشكرا أيضا للبرلمان الألماني لأنه أطلق المبادرة من أجل استضافة المنتدى. بعض أعضاء البرلمان الألماني شاركوا سابقا في المنتديات السابقة، منهم سيد جيمي شولتز الذي توفي يوم الاثنين الماضي. هو وفريقه قاموا بعمل رائع في تنظيم هذا المنتدى هنا في برلين، ونشكرهم على ذلك. أعضاء البرلمانات مثل جيمي شولتز أدركوا مبكرا أهمية الإنترنت ورقمنة جميع مجالات الحياة، وأطلق الكثير من النقاشات المهمة حول هذا الموضوع، وأدركوا أيضا أنه لابد من إشراك المجتمع المدني والمجتمع التكنولوجي والأعمال والحكومات، ولكن أيضا أعضاء البرلمانات. في المنتدى الأخير في باريس أدركنا أيضا أن الكثير من النقاشات التي دارت هناك لا تناقش بما يكفي في عملنا البرلماني، واليوم نعرف أن هذا الأمر تغير، والفضل يعود لكم أيضا لأنكم أتيتم كأعضاء البرلمانات من أنحاء العالم ولبيتم دعوة الحكومة الألمانية وأتيتم إلى برلين لهذا المنتدى. هذا يعتبر مكسبا كبيرا، ليس فقط بالنسبة للنقاشات في المنتدى نفسه، إنما للنقاشات التي تدور في البرلمانات أيضا، لأنني متأكد بأنكم كسبتم الكثير من المعلومات الجديدة، وأنكم سوف تنقلون هذه المعلومات معكم إلى برلماناتكم. أتمنى أن استفدتم من هذا الأسبوع، من هذا المنتدى في برلين، ونتمنى أن المستضيفين المستقبليين للمنتدى أيضا لا يعتبرون مشاركة السياسيين كرفاهية، إنما أن يكون ذلك ضروريا، لأن هذا النقاش مهم للغاية، ومن هذه النقاشات نتمنى أن نشكل خطوط جديدة لمنتدى الإنترنت. هذا لا يعني أننا نقوض بقية أهداف الـ IGF، لأن المشاركون في منتدى الإنترنت يعملون من أجل إنترنت مفتوح، إنترنت يتوفر للجميع، إنترنت يصل بين الناس حول العالم ويختم الإنسان.
بالمشاركة عن طريق المشاركة في المنتدى نريد أن نعزز البنية الحرة للإنترنت. أمام هذه البنى هناك تحديين، وسببهما أن هناك عقلية معينة في عقول بعض الناس، ولكن أيضا هناك أسباب تكنولوجية. فلأبدأ بالعقول. هناك بعض الدول هي مقتنعة بأن الإنترنت أفضل من الإنترنت، وحتى في البلدان التي تفضل حل المشاكل بشكل متعدد الأطراف، ولكن أيضا هناك ميل الاعتزال. ربما يعبر ذلك عن السياسة الرقمية التي انبثقت والتي زادت أهميتها، وبالتالي التفكير السياسي يطبق على العالم الرقمي أيضا. ولكن يمكن تفسير ذلك أيضا بأن بعض السياسيين يواجهون تحديات العالم اليوم بوسائل قديمة، ومن الجانب الآخر الوسائل التكنولوجية والتطبيقات التكنولوجية. هناك الكثير من التطورات التكنولوجية وهي تشكل تحدي كبير. ليس جميع التطبيقات التي صدرت عن الإنترنت تطورت كما كان متوقعا. في الغرب كنا نعتبر الإنترنت أنه يعزز تعدد الآراء وتنوير العقول، أما في دول غير غربية ربما هناك استغراب لماذا تؤدي هذه التكنولوجيات إلى الديمقراطية والتنوير. حتى في الغرب اليوم ندرك بأن هذا التفاؤل كان مبالغا به. ليست جميع هذه التطورات أدت إلى الكثير من التنوير. في زمن إيمانويل كانت كان نوع من الجرأة أن نستخدم عقولنا، أما اليوم فالبعض يعتبرون استخدام الهاتف النقال جرأة. ولكن ليس لدينا فقط المزيد من المعلومات والمعارف عندما نستخدم الهاتف، إنما أيضا الكثير من الأخبار الكاذبة. فمن يبحث عن صورة إيمانويل كانت في مكائن البحث ففي بعض الأحيان يحصل على صورة خصمه فريدريك ياكوبي، ولكن بعض الناس لا يشكون في ذلك. صورة ياكوبي تستخدم في بعض الأحيان على أنها صورة إيمانويل كانت في هذه الأيام. هذا مثال واحد فقط من العديد من الأمثلة كيف أن الخوارزميات تؤثر على المعرفة، وكيف أنها تضلل أكثر أن تزيد من المعلومات. ونفس الشيء ينطبق على بعض مزودي الوسائل الاجتماعية. اليوم نتساءل في كثير من الأحيان هل هذه الاحتكارات التي ازدادت والتي جمعت كم هائل من البيانات هل هي تفيدنا أم هل تهددنا؟ وبالتالي لابد أن يكون هناك قواعد وأحكام للإنترنت بما في ذلك البرمجيات الموجودة في الإنترنت. وبعد 30 سنة من اختراع السيارة فقط فكروا لأول مرة في أحكام المرور، أما اليوم بعد 30 سنة من اختراع الإنترنت أيضا يجب علينا أن نسأل عن قواعد الإنترنت. وكان ذلك هو السؤال عندما اجتمعنا يوم الاثنين لأول مرة كأعضاء برلمانات من أجل أن نتحدث عن هذه التحديات. وهذا الاجتماع في اليوم الزيرو، وسوف نتحدث عن نتائج هذه الجلسة. كانت جلسة ناجحة للغاية، ليس فقط لكثر المشاركين إنما أيضا لأنه
تم التحدث في مجموعات صغيرة عن الذكاء الاصطناعي وبنية مفتوحة للإنترنت والمخاطر للديمقراطية بسبب الإنترنت. أثناء هذه النقاشات اتضح بأن أعضاء البرلمانات يتشابكون كما تتشابك أجهزة الموبايل عن طريق الإنترنت. يبدو أن هناك تفاعل إلى حد بعيد، ولكن الأجمل من ذلك كان عندما حاولنا أن نعود إلى بعضنا البعض بعد النقاشات في الجلسة العمومية، وتطلب الأمر جهدا كبيرا إلى أن اجتمع الجميع أخيرا في الصالة مرة أخرى. سيداتي وسادتي، أتمنى أن الإنترنت أيضا يشهد نفس هذا المستقبل، ونتمنى أن يكون من الصعب لمعارضي الإنترنت المفتوح أن يجزئوه. دعونا نحافظ على علاقاتنا الجديدة وأن نتواصل في المستقبل أيضا، لأن التواصل أفضل من الانفصال. أسعدني كثيرا أن الأمين العام للأمم المتحدة سيد أنطونيو غوتيريش أعلن عن تعيين مكلف خاص للأمور الرقمية للأمم المتحدة في منتدى هذا العام. ليس لدينا فقط مكلف واحد للأجندة الرقمية، إنما سلسلة من المكلفين، وسوف يتحدثون إلينا ويقدمون إلينا نتائج النقاشات. أشكركم على المشاركة في هذا النقاش، ويسعدني أن نلتقي مرة أخرى في المنتدى العام القادم في بولندا عام 2020. شكرا جزيلا. Thank you very much. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا للسيد دورتس على مشاركتنا بأفكارك وبنشر التحديات الكبرى. قد ذكرت للتو الآن، سنشاهد الملخصات لجلسات العمل للمنتدى، يعني تقريبا 75 دقيقة، 15 دقيقة لكل مجموعة من قبل المشرعين الألمان والدوليين. والآن اسمحوا لي أن أرحب أولا عن موضوع الذكاء الصناعي بالسيدة الدكتورة أنا كريستن، وهي عضو في البرلمان الألماني، والسيدة ألكسندرا جيز، وهي عضو في البرلمان الأوروبي. أهلا وسهلا، تفضلوا. إذن طاب صباحكم جميعا. أنا سعيدة أن أراكم هنا جميعا، فأهلا وسهلا هنا في المنتدى، حيث أظن أن هذا مكان مهم مناسب كي نتحدث عن هذه التكنولوجيات وتأثيرها على مستقبلنا، وما هو دورنا كي نؤثر على هذا المستقبل، وكيف نستطيع أن نصيره. أنا اسمي أنا كريستمان، وأنا من حزب الخضر، وأنا عضو في اللجنة التحقيقية الخاصة حول الذكاء الاصطناعي في البرلمان الألماني. فإذا نتحدث عن كل المواضيع التي تتعلق بالذكاء الاصطناعي منذ سنتين الآن، ولدينا تقرير شامل عن الذكاء الاصطناعي من وجهة نظر ألماني، وفي العام القادم أعتقد أنه من المهم للغاية لو نتحدث عن، أو عندما نتحدث عن هكذا موضوع مثل الذكاء الاصطناعي على صعيد العالم، إذ أن هذه التكنولوجيا ستكون لها تأثير عالمي ولديه تأثير عالمي منذ الآن، فإذا من الحامل للغاية أن نتحدث أيضا على صعيد العالم الدولي عن الموضوع الذكاء الاصطناعي. سأبدأ الآن للتحدث لمدة 3 أو 4 دقائق، ومن ثم أسلم الكلمة لسيدة زميلة من البرلمان الأوروبي السيدة ألكسندرا جيز. وأولاً أظن أنه من المهم أننا بالنسبة لنا كمشرعين نضمن كمهمة ملقى علينا أن نضمن أن الذكاء الاصطناعي تكنولوجيا حيث نستفيد من الفرص، ولكن أيضاً نضمن أنها تكنولوجيا مثمرة من أجل ديمقراطيتنا ومن أجل القيم الليبرالية في مجتمعنا،
وإنها ليست من الشيء المسلم به، في أن يجب أن يكون هدفنا كمشرعين بأننا نطور الذكاء الاصطناعي بطريقة تتماشى مع القيم وحقوق الإنسان وأيضا الاستدامة. ومن أجل تحقيق ذلك علينا أن نحدي المعايير المشتركة على الصعيد الدولي ونحدد المجالات لتطبيق الذكاء الاصطناعي المرغوبة فيها وأيضا ما يجب حظره. على سبيل المثال الأسلحة الآلية المستقلة الفتاكة على سبيل المثال. فمن جانب آخر علينا أن نصير الذكاء الاصطناعي من أجل مصلحة الناس وأيضا من أجل البيئة. فإذا هناك دور هام للمشرعين أي نحن من أجل تأثير تنمية هذه التكنولوجيا في المستقبل. وبالطبع يتطلب الكثير من الوقت والطاقة من أجل التوصل إلى هذه الاتفاقيات الدولية، ولكن أعتقد بكل بساطة أن هذا ضروري جدا. وأظن أن المنتدى هذا ومناسبة أخرى هي خطوة هامة تجاه تحقيق هذا الهدف. والحكومة الألمانية نشرت منذ عام استراتيجية خاصة بالذكاء الاصطناعي، ولدينا الكثير من هكذا استراتيجيات في أنحاء أوروبا وفي بلدان أخرى، ولكن أظن أن هناك حاجة للمزيد، إذ أن ليست فقط كل بلد يمكن أن تكون لديها هدف بخصوص الذكاء الاصطناعي وأن يكون بطلاً في هذا الصدد، بل أظن أننا بحاجة لطموح عالمي من أجل وضع معايير مشتركة للتكنولوجيا مفيدة. وأظن أننا في ألمانيا نسبياً بلد صغير، وهناك الكثير من البلدان الصغيرة، يعني لا يجب أن نطمح إلى أن نكون الرواد العالميين، بل يجب أن ننظر أكثر في المصالح المشتركة. فإذا يجب أن نناقش المواضيع التي تتعلق بالمعايير الدولية حول الذكاء الاصطناعي، مثلا المعايير من أجل استخدام النظم الآلية الذكية وهي آمنة للاستخدام. وفي نفس الوقت علينا أن نفهم أيضا ونستطيع أن نفهم أيضا ما يقوم به الذكاء الاصطناعي وما يجب الاتفاق عليه، إذ أن هذا طريقة من التعليم والتنوير للناس، وهكذا سنفسر الذكاء الاصطناعي ونجعله سهل للفهم وننتقل من صندوق أسود إلى تكنولوجيا قابلة للفهم، وهذا هام للغاية من وجهة نظر المشرع. وهنا علينا أن نشرك الأشخاص من خلال التدريب والتعليم، حيث المواطنين والمواطنات يجب أن يفهموا مبادئ الذكاء الاصطناعي كي يستطيعوا المشاركة في النقاش. هذا الشيء موجود لدينا هنا في اللجنة الخاصة للتحقيق هذا الموضوع، فهذه وسيلة كي ندخل حقا الناس إلى داخل هذا النقاش وكي نناقش فعلا ما هي المجالات التي نود أن ننظر فيها المزيد من التكنولوجيا، المزيد من الذكاء الاصطناعي، وأين المجالات حيث نود أن نرى الإنسان في قلب الموضوع ما زال. فإذا هذا أيضا تحدي كبير بالنسبة لسوق العمل، ربما هذا الجانب الأخير في النقاش. فإذا هذا نقاش عالمي أيضا، هناك البعض الذي يخاف من فقدان عملهم بسبب الانتقال نحو الأجهزة الآلية ونحو استخدام الذكاء الاصطناعي. هناك هذا ليس بالمصطلح السهل لهذه التنمية والتطور، وهذا موضوع معقد جدا، ولكن علينا أن نضمن أننا نضمن أن الأشخاص يأخذون هذا الموضوع مأخذ الجد. فأظن أنه من الحامل للغاية أننا نناقش ذلك بشكل منفتح وأن نشارك الجميع وأن نستثمر في التعليم وأن نأخذهم معنا في هذا الطريق. فأنا سأكون سعيدة لو استطعنا أن نطابع هذا الموضوع وهذا النقاش في جميع الجوانب حول الذكاء الاصطناعي، وكي نناقش ما نود أن نطوره من معايير مشتركة في هذا الصدد. هذا يدور حول السيارات الآلية، ولكن أيضا يمكن أن يساعدنا مثلا في حل مشاكل تتعلق بالتغير المناخي. فإذا هذا حدث
عالمي، فأنا سأكون سعيدة لو استطعنا أن نستعمل هكذا تكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي من أجل هذه التحديات العالمية مثل التغير المناخي كي نؤثر على كافة العالم. شكرا جزيلا. طاب صباحكم من طرفي، أنا ألكسندر جيز من البرلمان الأوروبي، وفي الحديث عن التحديات أمام تحدي كبير بأن أعطيكم لمحة عامة عن كثرة النقاشات التي أجريت عن الذكاء الاصطناعي أثناء هذا المنتدى. كما نقول دوما أن هناك الكثير من الفرص ولكن أيضا تحديات، وهذا أيضا ينطوي على الذكاء الاصطناعي وعلى هذه المهمة على حد سواء. أنا سعيد جدا بأن تم إطلاق النقاش حول الذكاء الاصطناعي من شبكة من الهيئات، ولربما المرء لا يعتبرها لأنها خبراء في الذكاء الاصطناعي، ولكن شبكات لهيئات المساواة، فلديهم خبرة أيضا في هذا المجال. وبينما هناك الكثير من الفرص، علينا أن نعتبر أن الذكاء الاصطناعي أيضا يخدم الجميع بما في ذلك النساء، أشخاص ذوي الإعاقات، فنعلم أن هذا لا يعتبر بالقدر الكافي في الوقت الحالي. كثيرا ما يمثل من قبل الهيئات لتساوي الفرص الوطنية، ولكن 70% من خبراء الذكاء الاصطناعي لا يعملون من أجل تحديد أفضل ممارسات من أجل منع التمييز في هذا الصدد. فهذا علينا أن نمثله كهيئة للمشرعين، إذ أننا نمثل كافة أطراف المجتمع. ورشة عمل أخرى ناقشت نوع آخر من الفجوة الرقمية، أي الفجوة الرقمية بين أوروبا وأمريكا وأفريقيا. ومدير الأمم المتحدة يوان جوبن بولز تحدث عن استخدام الذكاء الاصطناعي من أجل مصلحة الجميع في العالم، ولكن أكد أيضا على أن لا يمكن الحصول على ذلك دون الأخذ بعين الاعتبار للمخاطر. وأيضا ذكر أن فقط 70% من من ما يطورون هذا التكنولوجيا هم من الرجال وليس من النساء. وكان هناك أيضا مشاركة للاتحاد الأفريقي، ورحبت بمبادرة الأمم المتحدة، وأيضا ركز على إعلان شام الشيخ لعام 2019. وأيضا كان هناك ورشة خاص للبرلمانيين ركزت على الديمقراطية وكيف كان أيضا هناك موضوع حول الـ OECD في شهر مايو لعام 2019، وهناك تقرير خاص باليونسكو حول إرشاد الذكاء الاصطناعي نحو المجتمع المعرفي، الذي يفسر من جانب واحد الحق الإجابة للحصول على المعلومات التي تحصل من قبل التشابكية الأفضل والإنترنت. وعندما نتحدث عن تواصلية الإنترنت، علينا أن نعتبر أن بالنسبة لإفريقيا هذا ليس بالشيء المسلم ويجب أن يحسن. ومن الجانب الآخر، يعني الذكاء الاصطناعي قد يدر أيضا بشيء، إذ أننا نجمع معلوم هذا الذكاء الاصطناعي يجمع المعلومات، سنراه فيما بعد منشورة في الإنترنت. نظن أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يركز على البشر، يعني ويجب أن نصد ونتجاوز هذا الفجوة الرقمية، ونحتاج إلى منهجية متعددة الأطراف. فهنا أيضا يجب أن نعتبر الجوانب الأخلاقية، وأيضا يجب تطبيق الأهداف لتنمية الاستدامة. فهنا كممثلة البرلمان الأوروبي أود أن أشير إلى أن المفوضية الأوروبية التي بدأت العمل للطو فقط أعلنت عن مبادرة من أجل التأثيرات الإنسانية والإخلاقية للذكاء الاصطناعي، وهذه المبادرة يجب أن تطرح خلال 100 يوم. هذا سيكون مثير جدا، إذ أن أوروبا أصبحت لديها معايير عامة لحماية البيانات، وما يتم تطويره حاليا للذكاء الاصطناعي لربما يتحول مرة أخرى إلى معايير عام لتأثير الذكاء الاصطناعي. وهنا أريد أن نناشد الجميع ألا نخصص هذا النقاش فقط للخبراء الفنيين، إذ أظن أن الخبراء الفنيين عليهم المهم أن نفسر لنا وللمجتمع ككل ما هي إمكانيات هذا الذكاء الاصطناعي، هذه التكنولوجيا. مثلا مكافحة التغير المناخي،
أو رفع مستوى المعيشة، ولكن هنا علينا أن نفكر جميعا كمجتمع وكيف نود أن نستعمل هذا الذكاء الاصطناعي بشكل الأفضل. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا على هذا التلخيص للب الموضوع. والآن ننتقل إلى موضوع آخر في التعاون الدولي من أجل الإنترنت المفتوح والآمن. ومنذ اليوم ما قبل الافتتاح الرسمي اليوم صفر يعني تناولنا هذا الموضوع، ويسرنا أن أرحب بالسيد أولريش ليختر، هو عضو في البرلمان الألماني، ولكن لا تأتي لوحدك بل تأتي بمرافقة السيد ليونيد ليفين وهو نائب في البرلمان الروسي. أصحاب السعادة، سيداتي وسادتي، الزملاء والزميلات الأعزاء الذين جاءوا إلى هنا، هذا شرف كبير أنني ألخص وأدير أيضا هذا الورش حول الإنترنت المفتوح. عندنا طيف واسع من البرلمانيين من مصر، بوروندي، نيكاراغوا، برازيل وبنغلاديش وغيرها من دول العالم، وأعتقد كل أعضاء البرلمانات يجعلوا المؤتمر نجاحا، ونحن لم نعرف ماذا يحدث. ومع الأسف أنا شخصيا لم أستطيع أن أشارك في ورشة العمل، وبهذا سبب زميلي من البرلمان الروسي سيكمل مداخلتي من الرؤية الروسية، وبالتالي اقتصر على نتائج ورشة العمل ولا أخرجكم برأيي الشخصي. وطبعا المواقف المختلفة تشكل نواد عمل العمل البرلماني، وهذا هو الشيء الجميل في عملنا، أن هناك دائما مواضيع للمناقشة، ولكن نسعى إلى تحقيق الأهداف. لنبدأ بالمنفذ إلى الإنترنت بالنسبة لنا هنا في هذه القاعة، واي فاي هذا شيء طبيعي جدا، ونحن نستخدم الكلمة الألمانية في لان، وأحيانا نلاحظ أن هناك أجهزة كثيرة مربوطة بالواي فاي، وهذا يؤثر على سرعة الإنترنت مثل ما حصل ذلك مؤخرا في باراغواي. ولكن الكثير من الناس ليس عندهم منفذ للإنترنت، وخصوصا في المناطق الفقيرة، وبهذا سبب في ورشة العمل اتفقنا على ضرورة إيصال جميع الناس في العالم بالإنترنت، وخصوصا الفقراء في العالم. طبعا لم نتفق على السبل للوصول إلى ذلك، البعض كان يريد أن يجعل ذلك حقا للإنسان، البعض الآخر كان يريد أن يترك ذلك للسوق ويرون هذا أحسن طريقة لتحقيق هذا الهدف، ولكن اتفقنا على أنه لابد من إعطاء المساعدة للفقراء لتوسيع الوصول إلى الإنترنت. وبالإضافة إلى ذلك اتفقنا على فرض الضرائب على الشركات العاملة في الإنترنت، وأن تستفيد الدول أيضا من هذه الضرائب. ونحن اتفقنا أيضا على أنه يجوز أن الناس عندهم المنفذ للإنترنت للجميع وكل المحتويات، يعني نحن اتفقنا على هذا الشعار، شبكة واحدة، رؤية واحدة، عالم واحد. وبالتالي نحن كنا نعترض على المراقبة على الإنترنت ما عدا أصوات أخرى، يعني قالت بأنه لا يمكن استثناء ذلك بأسباب الأمن. وأشير إلى أننا بشكل عام في الأمم المتحدة نتقيد بإعلان حقوق الإنسان، المادة 19 تنص على حق التعبير الحر، و المادة 20
الحق في الاجتماع الحر، وهذه الحقوق بلا شك تسري على الانترنت كذلك. ونحن تحدثنا ايضا عن حماية البيانات الشخصية، ونحن جميعا كنا نتفق على ان هدف مشترك ومهم. وفي المادة 12 من اعلان حقوق الانسان وايضا حق الخصوصية، ونحن طبعا نحتاج الى الوسائل لتحقيق هذا الحق. متذكرا جيمي، نحن كنا ايضا نتفق على تحقيق هذا الحق بدون اي تضييقات لذلك، وكي تكون البيانات الشخصية محمية من الدول، من الحكومات ومن الشركات في العالم، يعني الخصوصية لجميع الناس. وبالنسبة لأمن البيانات لابد من التعاون على صعيد العالمي، لأن الجريمة السيبرية تستطيع أن تتعدى الحدود للدول بسهولة، ونحن نطلب من كافة الدول على تصديق اتفاقية بودابشت حول مكافحة الجريمة السيبرية. وتحدثنا أيضا عن مخاطر الاحتكار، ونريد أن يكون الإنترنت الفضاء المفتوح لأعمال جديدة، لنماذج أعمال جديدة، ونحتاج إلى قانون احتكار، مكافحة الاحتكار أيضا، ولابد من مكافحة الاحتكار. وإن كانت هناك احتكارات يجب أن يتم تحديد إمكانياتها لمنح مساواة الفرص. واتفقنا أيضا على أن الإنترنت هذا ملك البشرية كلها وليس لدول أو شركات منفردة، ونحن نؤيد موقف منتدى إدارة الإنترنت أيضا من هذا الموضوع بأعمى قلوبنا. شكرا جزيلا على إصغائكم. صباح الخير سيداتي وسادتي، أنا أمثل الفيدرالية الروسية والبرلمان منه، وبالتالي يسمحوا لي بأنني أتكلم باللغة الروسية. أنا أترأس لجنة المعلومات وتكنولوجيات المعلوماتية والاتصالات وفي البرلمان الروسي. شكرا جزيلا على إتاحة الفرصة لأتحدث هنا أمام هذا الاجتماع المهم في هذه الجلسة الهامة للتعبير عن موقف روسيا. إن الأساس القانوني الذي ينظم هذا الموضوع، يعني اتصال المجتمع الإنترنت، هي موجودة منذ سنوات، ولكن نرى الآن تطورات جديدة في غضون السنوات المنصرمة، وعندما يتعلق الأمر بالتطور الرقمي في أنحاء العالم في الوقت الحاضر. هذا يعود إلى التهديدات للإنترنت، يعني هجومات على هياكل المرور أو المعلومات والأخرى. هذا قد يؤدي إلى انهيار الشبكة كلها، وسايبر بولينج وغيرها من الاعتداءات على البيانات الشخصية. كل هذه هي هجمات على الاتصال العالمي الحر، وبالتأكيد لابد من بناء حواجز وعوائق لحماية أمن وسلامة المواطنين. سقط جدار برلين قبل 30 سنة، ولكن دول وحكومات كثيرة تريد أن تبني جدران جديدة في العالم السايبري. هناك أفكار ومعايير في هذا السياق تم إعلانها منذ المؤتمر الأخير لإدارة منتدى إدارة
الإنترنت وماذا حدث منذ ذلك الحين. على الحكومات أن تعمل على إصدار قوانين مشتركة أو مكملة لبعضها، وطبعا هذا قد يكون في الأول على مستوى الخبراء، ولكن اتضح أيضا أن المجتمع يحتاج إلى حلول سياسية عامة. وعاما بعد عام يصبح عمل المنتدى إدارة الإنترنت أكثر أهمية من في هذا السياق. بهذا السبب يمكن القول أن الإعلانات والقرارات التي أصدرتها الأمم المتحدة هي مهمة جدا، ومن المجدي أن نرى كيف يمكن تغيير موقف الاي جي اف وجعله منصة لإصدار وثائق مهمة للأمم المتحدة وأيضا لمناقشة القضايا المتضاربة على هذا المستوى. والمستشارة أنجيلا ميركل كانت تشير أيضا في الجلسة الافتتاحية بأنها تريد أن تنتقل الاتفاقات الدولية إلى قوانين وطنية، والاي جي اف قد يلعب دورا هاما في هذا السياق. وطبعا موضوع آخر وتحدي آخر كامن في الذكاء الاصطناعي. هذه هي مسائل متعلقة بالمجتمع كله، وبالتأكيد أيضا متعلقة بمهام الإدارة الحكومية. وهذا المنطلق لتعدد الأطراف المعنية مطبق على إدارة الإنترنت، وينبغي أن ذلك يسري أيضا على قطاع الذكاء الاصطناعي. وفي هذا السياق من الضروري أننا نسعى إلى حلول متجانسة وحلول منفتحة لنا جميعا. وبالنسبة للأمن، أمن السيبري، اتفاقية بودابشت من عام 2001 هو حاسم، على رغم مرور 20 سنة وعلى رغم التغييرات الكثيرة في الإنترنت. والبعض يعتقد أن يعني نصوص كثيرة من هذا الاتفاق أصبحت بالية الآن، ولكن طبعا في شهر نوفمبر جرت مفاوضات أو مناقشات بين روسيا وفرنسا حول هذا الموضوع، ونحن لاحظنا أنه لابد من تعلم التفاهم المتبادل الأكثر للرد السريع على التحديات الناشئة. وطبعا هناك أيضا تعاون بين روسيا واليابان، وفي شهر نوفمبر تشرين الثاني في هذه السنة تم تقديم مشروع إعلان جديد أو إقرار جديد للأمم المتحدة بالنسبة لمنع استخدام الذكاء الاصطناعي للأغراض الإجرامية. وأيضا طبعا في الإنترنت يجب أن نأخذ في عين الاعتبار أيضا أن هناك هجمات كثيرة على الأمن السيبري، يعني مكافحة الجريمة السيبرية تزداد أهمية أكثر فأكثر. وربما يكمن وراء ذلك أيضا الرغبة في تولي القليل من المسؤولية في مكافحة الجريمة السيبرية. وخلال العقود الزمنية الأخيرة طبعا تغيرت القوانين، ولكن تغيرت وتطورت التكنولوجيات أيضا. والفيدرالية الروسية تريد إعداد قرار دولي حماية الذكاء الاصطناعي واستخدامه في مكافحة الجريمة السيبرية. وختاما أقول أن الإنترنت الذي كان مفتوحا منذ سنوات طويلة صار شفافا، ولكن الآن يتعرض للبلقنة. يعني هذه هي تحديات جديدة من حيث تنظيم وتقنين الأمور الإلكترونية
الإلكترونية، وهذا يجب أن يواكب تطور سرعة تطور التكنولوجيا. الآن يمكن نرى ذلك كأمراض طفل في الشبكة، ولكن أنا متأكد بأننا نستطيع أن نحدد معايير جديدة مشتركة لتحقيق تطور جيد وآمن للشبكة. سيداتي وسادتي، زملاء الأعزاء، علينا أن نعمل بنشاط أكثر وأن نأخذ المبادرة أيضا لتحقيق فضاء قانوني، وأن نمارس ضغطا على حكوماتنا أن تعمل في هذا الاتجاه. ولابد من الإشارة إلى ضرورة هذه المعايير. هذا لا يقوله البرلمانيون فقط أو الخبراء فقط، ولكن أيضا كثير من مدراء شركات متعددة الجنسيات، الكثير منهم يتحدث منذ سنوات عن توقعهم من المجتمع الدولي لتحديد قواعد ومعايير معينة تعتمد عليها الخدمات التي يقدمونها. اسمحوا لي أنني أدعو جميع الناس وخصوصا المواطنين على أننا نجعل أو نصيغ هذه القواعد في العالم السايبري. شكرا جزيلا على هذه الأفكار. نود أن نتحدث أكثر عن البنى التحتية الحساسة، وذلك على يد رونيا كيمر، وهي عضو في اللجنة البرلمانية لهونغ كونغ. سيداتي وسادتي، اسمي رونيا كيمر، أنا عضو في البرلمان الألماني البوندستاغ. أظن بأن النقاشات هذا الأسبوع في IGF أشارت إلى ضرورة الهيكلة المفتوحة والحرة للإنترنت، وهي حاسمة من أجل التنافس العادل والابتكار والديمقراطية. أما أي عواقب غير مرغوبة تؤثر أيضا على حياتنا اليومية بشكل متزايد، وبالتالي نحتاج إلى إدارة دولية للإنترنت، وهذا يتطلب الاستقرار السيبري. عندما نريد ذلك نحتاج إلى بنية تحتية متينة. للأسف سمعنا كثيرا بأن الهيكلية المفتوحة أصبحت تحت الضغط. أعتقد هناك عدة أسباب. في بعض الدول هناك جهود لتجزئة الإنترنت ولخلق شبكات منغلقة وطنيا أو غيرها من الأنظمة، وسمعنا في هذا الأسبوع أيضا أن هناك إجماع واضح بأن علينا أن نتعاون على جميع المستويات من أجل منع التجزئة المتزايدة للإنترنت. ولذلك أود أن أشكر بشكل خاص الدول التي لا تسعى لإقامة أنظمة خاصة بها في الإنترنت، ولكن هناك تحديات تكنولوجية أيضا. المداخلات هنا في المنتدى أشارت إلى أنه في ما يخص IGF والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، جميع هذه التحديات جديدة ومهمة بالنسبة لنا. أنا أظن أن هناك بالفعل مشكلات حقيقية أيضا فيما يخص الهجمات في الفضاء الافتراضي. إن عندما تنجح هذه الهجمات قد يؤثر ذلك على الشبكة الكهربائية أو المرورية وبعض الخدمات الأساسية كالإسعاف. من وجهة النظر الاقتصادية
قد تتوقع أيضا خسائر مالية في كل أنحاء العالم. إحدى الدراسات الخاصة بالبيتكوين أثبتت بأن الشركات في ألمانيا وحدها في العامين الأخيرين خسرت ما يقارب 33 مليار يورو بسبب هذه الهجمات في الإنترنت. واتضح أيضا أنه الشركات والأفراد على حد سواء قد يفقدون ثقتهم بالإنترنت إن لم نقم بتقييدات والتنظيمات. التقرير الأخير من اللجنة العالمية لاستقرار الإنترنت أصدرت هذا التقرير. هناك الكثير من الهجمات على يد الحكومات وغير الحكومات، ومن ردع ذلك لا يمكن تحقيقه إلا إذا كنا نركز على مبدأ تعدد الأطراف وأن نطبق القوانين الجديدة سوية. برأيي هذا هو الطريق الذي علينا أن ننتهجه. من الجانب الألماني نحن مقتنعون بأن مبدأ تعدد الأطراف هو صحيح وسوف نحافظ عليه. نحتاج إلى هذا الحوار، نعم بين الدول ولكن أيضا بين المنظمات الدولية والشركات والعلوم والمجتمع المدني. في هذا العام لأول مرة حضر هذا العدد الكبير من أعضاء البرلمانات في منتدى إدارة الإنترنت، وأنا أعتقد أنه علينا أن نمشي في هذا الطريق في المستقبل أيضا وأن نبني على هذا الأساس. من المهم الآن أن نبني على النجاح الأيام الماضية. منتدى إدارة الإنترنت لا ينتهي مع اليوم الأخير لهذا المؤتمر، إنما علينا جميعنا أن ننقل هذه النتائج إلى برلماناتنا وأن نعمل على هذه المواضيع بحماسة في المستقبل أيضا. المسؤولية عن هيكلية الإنترنت لا تقع على عاتق المشرعين فقط أو على سلطات التنظيم، إنما اتضح من الكثير من المداخلات من ICANN مثلا أو الاتحاد الدولي للاتصالات أنهم أيضا لاعبون مهمون، ولكن كل فرد على حدة أيضا يتحمل مسؤولية عن النظافة السيبرية، عن حماية البيانات، أن يبتكروا كلمات مرور آمنة وأن يحدثوا برمجياتهم. من المهم أن نقوم بالتوعية وأن نشجع الفهم التكنولوجي أيضا الذي لابد أن يكون موجودا في الجدل الاجتماعي وأن يكون حاضرا في القرارات السياسية. أنا مطمئن جدا أن نحقق ذلك عندما ننظر إلى حماس المشاركين في المنتدى في الأيام الأخيرة. أعتقد أن هذا التفاؤل في محله. شكرا جزيلا. مرحبا، أنا تشارلز موك وأنا عضو للجنة التشريعية لهونغ كونغ، المنطقة الخاصة للصين. وفي بهذه الصفة أنا حضرت المنتدى لأول مرة في الماضي. عندما شاركت في المنتدى لم أشارك بصفتي عضو برلمان، كنت ممثل عن الأعمال والصناعة أو عضو من المجتمع المدني مثلا إنترنت سوسايتي هونغ كونغ. إذن شاركت بعدة صفات سابقا، أما اليوم فأنا أتحدث بصفتي عضو برلمان. وأنا لاحظت أن هناك وجهات نظر جديدة يجب علينا أن ندخلها في منتدى الإنترنت.
استطيع القول انه في الكثير من البلدان بما في ذلك هونغ كونغ تطورت البنية التحتية الرقمية بشكل كبير، بمعنى أن الحكومات تحاول أن تستخدم هذه الهيكليات من أجل تطوير الاقتصاد ولتحسين الخدمات في جميع المجالات. ولكن في كثير من الأحيان المشكلة هي أن الكثير من أعضاء البرلمانات لا يعرفون جيدا التكنولوجيات التي نحاول أن نطورها، وما يخص التعامل مع البنية التحتية الحساسة واستخدام التكنولوجيات فهناك مخاوف من الناس ومخاوف على حقوق الإنسان وما إلى ذلك، وأعضاء البرلمانات في بعض الأحيان لا يعرفون كيف يتعاملون مع ذلك. وبالتالي من الضروري أن يكون هناك تشبيك بيننا، شبكات بين أعضاء البرلمانات في أنحاء العالم، بين أعضاء البرلمان الذين هم مطلعون على هذه التكنولوجيات من أجل إيجاد الحلول المناسبة. في هونغ كونغ مثلاً هناك مبادرات من أجل المدن الذكية كما في الكثير من المدن في العالم، ولكن نحن أمام مشكلة معينة، وهي أنه علينا أن نشرح للمواطنين محاسن هذه التكنولوجيات، فكيف نضمن أن يكون هناك ثقة من قبل المواطنين لحكوماتهم وتعامل الحكومات مع بيانات المواطنين. فأصبح هناك حساسية بين الكثير من الناس، ليس فقط بما يخص التعامل مع هذه البيانات في الشركات الكبيرة، إنما لدى الحكومات أيضا، خاصة الحكومات التي لا تحظى بثقة كبيرة من مواطنيها. يجب أن ننطلق من هنا، ويجب أن نكون حذرين في هذا الخصوص. عن ما يخص الوضع الحساس في وطني، نحن في مرحلة حساسة للغاية هناك. في كثير من الأحيان في العمل المتطور يتحدثون عن الهيكلية الحساسة للإنترنت، وربما هناك دعم لذلك من المواطنين من الناحية الديمقراطية، ولكن هذا غير موجود في كل أنحاء العالم. يعني كيف يتم التعامل مع الشركات الكبرى الخاصة بالإنترنت؟ كيف نثق بأنها تقدم خدمات مناسبة للأمن في الإنترنت؟ في بعض الأحيان لا يمكن تطبيق حلول الديمقراطيات الغربية في جميع البلدان، حيث تكون المؤسسات الديمقراطية غير متطورة أو غير مستقرة. وهنا أيضا يستطيع منتدى إدارة الإنترنت أن يقدم رؤية وحلول لهذه المعضلات الصعبة الخاصة بالتكنولوجيات، وعلينا أن نتعامل مع الحكومات والبرلمانات والمجتمع المدني. شكرا جزيلا. We have two more. شكرا جزيلا لتشارلز نوك وغونيا كامر. الآن لدينا في الصباح ما زال ملخصان اثنان. القادم هو عن في المحافظة على السلام في الأقصى الرقمي، وأود أن أطلب من السيد الدكتور يانس سيممان من البرلمان الألماني والسيدة ماريان آزر من البرلمان المصري. تفضلوا، الكلمة لكم. Guten Morgen. That's it for now. هذا هو كل شيء. أيها النواب الأعزاء الزملاء من أهل العالم، أود أن أشكركم نيابة عنكم أيضا
الأعضاء من البرلمان الألماني كي على تنظيمهم لطريقة عمل هذه الجلسة بهذه الطريقة، وأنا من نواعي سروري بأن أكون معكم هنا اليوم، وأود أن أنتهز هذه الفرصة لعبر عن امتناني للمنتدى، خاصة بأن على أنهم وقوف دقيقة صمت وإحياء ذكرى للسيد المعالي الدكتور طارق كامل الذي أثناء الجلسة الافتتاحية وكان الوزير السابق للمواصلات والاتصالات في مصر، إذا الله يرحمه. فإذا هناك سؤال حقيقي، هل نهتم جميعا بالسلام في العصر الرقمي؟ نعم، أظن أننا نفعل ذلك وبكل بديهية. يعني الإنترنت أصبح من داخل مجالات النزاعات المستقبلية، وكما ذكر السيد الأمين العام في أثناء الجلسة الافتتاحية، يعني من ضمن الملاحظة الهامة ذكر تساؤلات، والتساؤل الأول كان إلى أين ستأخذنا التكنولوجيا، وأنا أود أن أضيف اتجاه السلم ولا اتجاه الحرب. والسؤال الثاني، هل سيحسن ذلك من كرامتنا وحقوقنا؟ وأنا سأضيف سؤال على ذلك، وما عن السلام؟ والشيء الثالث، هل المجتمعات لدينا ستكون أكثر مساواة وأكثر نزاهة؟ والسؤال هنا، كيف الثلاثية أو المثلث ما بين الفجوة ما بين الرقمي والسياسي والاجتماعي سيؤثر على السلام؟ وهل سيكون أكثر أماناً أو سلامة؟ وهنا هذا السؤال، يعني هذا قلق بالنسبة لكيفية تأثير الأمن الرقمي والخصوصية على السلام. وهنا نرى كبرلمانيون تحديات كبيرة، من منكم يعتبر أن تحديات أهم من ذلك بكثير؟ ارفعوا اليد اليمين، ولو كان أقل أهمية ارفعوا اليد الأيسر لو رغبتم في ذلك. فإذا نبدأ بالتحدي الأول، فللإطار العام من أجل حماية الأفراد، يعني هل هذا اليمين ولا اليسار؟ هذا بناء على رأيكم. بالنسبة لحقوق الإنسان، هذا يشمل طيف، يعني أرجو شكرا على التصويت، من الإجراءات لدى الدول للمستخدمين والمصدرين للطلب بالالتزامات الواقعة عليهم، وأيضا كذلك على الشركات. والتحدي الثاني، وسنصوت على ذلك أيضا، كيف نضرب التوازن الجيد بين الفوائد والتكلفة عبر جميع الأصناف من السيطرة الخبراء؟ وسأشرح ذلك قبل التصويت. إذا هذه الرقابات من قبل الصادرات هي من أهم المواضيع السياسية يجب مواجهتها، فهذه الرقابات للمصدرات يعني تتقاطع ما بين حقوق الإنسان والأمن والمسائل التجارية، هل هذا أهم ولا أم لا؟ أثق بكم. التحدي الثالث، كيف نواجه الأشكال الجديدة للعنف من خلال إنترنت الأشياء، يعني هذه الأجهزة؟ فهنا العدد المتوقع لعام 2025 سيزداد إلى 22 مليار هكذا جهاز، ورغم عدم وجود هكذا قوانين في هذا الخصوص، فإذا ستأخذ هذه الحالات حتى إلى المحاكم. فإذا هذا تحدي أم لا؟ رابعا، كيف نحمي الكرامة والسلامة؟ إذا كيف نحل النزاع بالحفاظ على مصالح الشركات للشبكات الاجتماعية؟ فسأشرح ذلك قبل التصويت. وفي إحدى الجلسات كان هناك ممثل عن هذه البلدان وذكر أن هناك في كل يعني في كل دقيقة هناك 500 ساعة للإعلام يتم تطوينه، ففقط 1% من المضمون أنه شرعيا. فإذا هنا موضوع يعني لا نستطيع أن ننكره، يعني هل هذا مهم بالنسبة للشركات للتواصل الاجتماعي أم لا؟ والسؤال متعلق بذلك التحدي آخر، كيف نستطيع أن نواجه الخطاب الكراهية الإلكترونية وأيضا التحرش الجنسي أو التحرش بالأطفال في شبكة الإنترنت؟ كيف نستطيع أن نخلق التوازن ما بين حرية التعبير والملاحقة القضائية؟ ثالثا،
كيف نستطيع أن نصمم مقاربة معتمدة للحكومات حول هذه المعلومات؟ إذا هل هناك يعني قوانين وقواعد للتنظيم الذاتي مثل ما هو موجود لدى الحكومات الأوروبية وحول تطبيق التشريعات؟ وأثناء الجلسات الجمهور أضاف على ذلك أن لربما هناك حاجة للتمييز الجيد ما بين سوء المعلومات الفردية ويعني نشر المعلومات الكاذبة على النطاق القطاعي، يعني إذ أن الآخر يعني منتشر أكثر بكثير وموجه نحو المكائن، فإذا يجب أن نميز بين هذين النوعين. والتعليقات من المشمرجين وجهت نحو المزيد من الشفافية من جانب المنصات، وأيضا جمع استخدام المعلومات والبيانات، ويجب إعادة مراجعة ذلك في طريق طرح الخوارزميات، وهذا خطر كبير. وهناك تعليقات قالت أن حرية التعبير ليست حق حصي بل يقدم وينظم من قبل القانون. وأخيرا وليس آخرا، بعد أن تحدثنا عن كل هذه التحديات الكبرى، تحدثنا أيضا عن التحدي الكبير حول كيفية قياس والتقييم للسلام والنزاع في الفضاء الافتراضي. من الصعب للغاية أن نقيس هذا السلام في الفضاء الافتراضي بسبب التوترات الجيوسياسية، ولكن مع ذلك المؤشرات المحتملة لربما قد تكون مثلا درجة خطورة وشديدة وعادة الهجمات السيبرية. والشيء الثاني، المؤشرات التي تشير إلى احتمالية أن تكون دولة ما أصل أو مصدر لهكذا هجوم، وهل هناك عقوبات ستفرض على هذه البلدان التي هي مصادر للإرهاب؟ لا أعلم. وأخيرا السؤال المهم أيضا، من يستطيع أن يواجه هذه التحديات؟ وهذا لربما السؤال الأهم، إذ أن السلام شأن إنساني ويجب أن نطبقه من قبل البشر. فأود أن أذكر بقول الأم تيريس التي قالت أننا إذا لم يكن لدينا سلامة إذا نسينا أننا، هذا يتعلق ببعضها البعض. فإذا الحل الوحيد هو منهجية متعددة الأطراف تشاركيا. وأخيرا وليس آخرا، وأهم شيء آليات المطابعة ما بين دق نقوص الخطر، يعني يجب أن نبقى في الفضاء الرقمي. فأختتم تلخيصي باقتباس رونالد ريغان الذي قال أن السلام ليس غياب النزاع بل إمكانية التعامل مع النزاع بطرق سلمية. وأود أن أضيف، من خلال شبكة واحدة ورؤية واحدة سيكون هناك سلاما. شكرا جزيلا. طاب صباحكم جميعا. عارف أن هذا اليوم الأخير هنا في برلين، ولكن مع ذلك أود أن أرحب بكم هنا في برلين، حيث برلين مدينة رمزية في عندما يتعلق الموضوع بالسلام والتاريخ الألماني. وأظن أن ربما الآن أصبحت من أهم الأمثلة والأكثر حيوية للإدماج والتسامح وأيضا الابتكاء والاختراع بالنسبة للمسائل التكنولوجية. فإذا هو المكان المناسب ل انعقاد المنتدى في عام 2019 هنا، وأتمنى أنكم جميعا قضيتم أسبوعا مثمرا هنا في عاصمتنا. عندما نتعلق عن مسألة الإنترنت والسلام، هناك عدد من الخطابات المختلفة. خطاب يركز على الاستقلالية وسلطة الاستقلالية الكامنة في الإنترنت، وخطاب آخر يركز أكثر على السؤال أنه يأتي من تاريخ عسكري ويركز على الجوانب السلبية، على اليقين التام بأن جميعنا شاهدنا الاثنين، يعني أي الجانب السلبي والجانب الإيجابي للإنترنت. وأتذكر منذ عدد من السنوات عندما كنت مستشارا لدى البنك الدولي في منطقة شمال أفريقيا في عام 2009 وعام 2012، في هذه الفترة يعني شاهدنا أن الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي لديها قوة عندما يتعلق الأمر في المجتمع المدني وفي تحدي الحكومات، حتى ولو بعض التحديات على المدى البعيد تبينت وكأنها غير مستدامة.
وهنا نلاحظ أيضا اليوم، وأنا أتضامن مع الناس المتظاهرين في شوارع هونغ كونغ الذين يستخدمون الإنترنت اليوم من أجل مكافحتهم من أجل الحرية، ولكن نلاحظ أيضا أن الحكومات تستخدم الإنترنت من أجل العقوبات ومن أجل الرقاب ومن أجل مراقبة أو منع الآراء. فإذا عندما نتحدث عن السلام هناك بعدين يجب أن نركز عليهما، وهناك تحدي للإنترنت والسلام من قبل الحكومات ولكن أيضا من قبل أطراف غير حكومية. وإذا مسؤوليتنا جميعا، ونحتاج إلى منهجية متعددة الأطراف كي نضمن الأمن والسلام والنزاهة في الإنترنت. إذا نحتاج إلى إطار، إلى قواعد دولية فيما يخص ضمان هذه الأبعاد. وأنا اليقين التام بأننا نحتاج إلى منهجية مبنية على حقوق الإنسان عندما نتحدث عن الإطار، حيث حقوق الإنسان يجب أن يكون العنصر الأساسي القائد عندما نتحدث عن السلام والحرية في الإنترنت. إذا من ضمن الأسئلة الأولى التي سمعناها في الأيام الأولى كان ما هي أنواع القدرات والكفاءات التي تحتاج إليها الحكومات والبلدان؟ يعني هل هناك قدرات مطلوبة من أجل مواجهة الهجمات، من أجل القرصنة المضادة؟ ومع ذلك يجب أن نتذكر شدة مشكلة عندما نتحدث عن انتشار هكذا اعتداءات. مؤسسة ديبلو فونديشن نشرت تقريرا حيث تقول أن 50 دولة أكدت على أن لديها هذه القدرات لمواجهة الهجمات في الإنترنت. وهنا في ألمانيا أيضا نناقش الحاجة لوجود هكذا قدرات لدينا، وبالطبع من حق كل دولة أن تدافع عن نفسها في العالم الحقيقي وفي الإنترنت، ولكن علينا أن نضمن في نفس الوقت أن كل دولة وكل حكومة وكل تصرفات لهذه الجهتين ستكون مناسبة قياسا بالتهديدات. الزميل العزيز أو الزميلة العزيزة ذكرت المسألة الهامة حول إمكانية قياس مستوى السلام والأمن، ولا أود أن أكرر كلامها إذ أنها لخصت ذلك بشكل جيد، ولكن عندما نتساءل حول هذا السؤال كيف حقا نقيس السلام في الإنترنت؟ وهنا أود أن أذكر يعني وكما ذكرت يعني منهجية متعددة الأطراف، وهنا أنا سعيد جدا وفخور جدا بأن هذا المنتدى مثال جيد على ذلك. ولكي ألخص أود أن أكون واضح جدا، نود أن نبني ذلك على حقوق الإنسان. لا نستطيع أن نترك مجالا أو هناك مجال لحلول وسط لانتحار حقوق الإنسان في الإنترنت، وإن مهمتنا المشتركة ومسؤوليتنا المشتركة كأن نضمن هذا السلام وأن نضمن أن البنية التحتية الحساسة للاتصالات وشبكات الاتصالات هي آمنة وسلمية، وكي نضمن القوة الإيجابية الكامنة في الإنترنت. شكرا جزيلا، وأتمنى حقا أنكم تستطيعوا أن تأخذوا معكم الكثير من المخرجات وأنكم تتابعون ما قمنا به في الأيام القليلة الماضية. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا سيد موسى وماريان. يعني هل يمكن أرفع أيدي؟ هذا غريب في ألمانيا، ولكن أود أن أشكركم جميعا على هذه المداخلات الكبيرة في هذه الجلسة. نحن نرسم دائرة كاملة، ونحن نسأل الآن ختاما العصر الرقمي، هل هذا أداء أو فخ للديمقراطية؟ ونحن نسمع مداخلة كارين ميلشو كعضو في البرلمان الأوروبي، وأيضا في قبلها زميلتنا من البرلمان الألماني.
طبعا من الصعب أنني أتحدث الآن في الدورة الأخيرة، ولكنني أود أن أقدم نفسي. مثل ما قيل، اسمي أنكدو مشايت بيرك، وأنا عضو في مجلس النواب الاتحادي الألماني، وأنا ممثل للحزب اليسار، وناطق باسم حزبنا في لجنة الشؤون الإلكترونية وشؤون الإنترنت في البرلمان. ونحن أتذكر اليوم الأول زيرو لهذا المؤتمر، ونحن قمنا بمناقشات مكثفة جدا مع ممثلين من كل أنحاء، من منغوليا، من البرازيل، هونغ كونغ، مالديفز، واليابان، السلفادور، ودنمارك، وكذلك من ألمانيا. وتحدثنا عن 4 محاور، وهي مثلا التحديات المسببة بالاحتكارات الرقمية، ونحن بالحاجة إلى قوانين عالمية لمكافحة الاحتكار، لتجنب التدخل الإلكتروني ونشر الأخبار الكاذبة. ونحن حاولنا أيضا مناقشة المنطلقات الوطنية للتعامل مع هذه التحديات. مثلا سمعنا من البرازيل أن هناك قوانين مخططة لتعزيز الشفافية، وأيضا مثلا لمراقبة الإعلانات والدعاية السياسية. وأيضا في ألمانيا ناقشنا إعداد مشروع قانون لمكافحة الاحتكار، ولكن سمعنا أيضا من ممثل البرلمان من هونغ كونغ أن هناك تحديات كامنة في القوانين المختلفة ما بين الدول المختلفة، ولا يمكن نقل القانون من بلد إلى بلد آخر، أنه هكذا لا يمكن التدخل إذا كانت هناك محاولة الرقابة على الإنترنت. وطبعا نحن أيضا لاحظنا أن الشركات الاحتكارية هي قوية جدا، وكيف يمكن نكافح ذلك. هذا تحدي كبير أيضا، وعلينا أيضا أن نعمل على إعداد المعايير العاملة الأحسن، ويعني ليس من المفيد أن الشركة الاجتماعية غير الربحية على صعيد العالم موجودة فقط. ونحن ناقشنا أيضا بدون حدود، بشكل غير محدود، يعني من يستطيع أن يحقق هذه الأهداف. نحن طبعا أشرنا إلى الأمم المتحدة، ولكن هذا مناقشة غير محدودة. وإذا تساءلنا من يستطيع أن يفعل ذلك، لم نجد الجواب المثالي. البعض قال الولايات المتحدة قادرة على ذلك، لا أحد ثاني، ولكن لم نتفق تماما على ذلك. وثم أشير أيضا إلى الاتحاد الأوروبي، وهناك أيضا بعض الجوانب الأخرى التي يجب أخذها في اعتبار فيسبوك وشركات أخرى. ونحن ناقشنا أيضا سيطرة الاحتكارات على الإنترنت، وكيف يمكن مكافحتها. وربما في الفكرة جيدة أننا نجبر الشركات الاحتكارية أنها تفسي البيانات المتوفرة لها. لم نتوصل لنتيجة نهائيا، ولكن لأن لابد من تحديد ما هي البيانات التي يتم نشرها علنا. وأود أن أتحدث أيضا عن التحديات الأخرى. ناقشنا مثلا أيضا جريمة الكراهية، الجرائم وتحرش الجنسي على الأطفال والنساء، وكيف يمكن مكافحة ذلك في بلد آخر. وأعتقد هذا كان في البرازيل، أن هناك التحدي أن الأدلة المأخوذة من الإنترنت لا تعترف
يعترف بها في المحاكم، والآن يتغير القانون المتعلق بذلك في ألمانيا. نحن نعمل على بناء القدرات على التعامل مع جرائم الكراهية. أنا لا أتحدث عن الكراهية، يعني هناك حرية التعبير، ولكن هناك فعلا أيضا فعل يجب اعتباره جريمة كراهية، ولابد التعامل معه حسب هذا التعريف. ونحن تحدثنا أيضا عن منفذ الجميع للإنترنت، لأن هذا يعزز الديمقراطية إذا كان هناك فعلا منفذ عام للإنترنت. وهناك تحديات مختلفة ما بين الدول المختلفة، مثلا في البرازيل هناك مشروع قانون لجعل الإنترنت وجعل المنفذ للإنترنت كحق عام، ولكن في منغوليا يسعون إلى ذلك، ولكن في منغوليا كثافة السكانية هي قليلة جدا، وهم يفكرون كيف يمكن تحقيق هذا الهدف في الواقع. وطبعا مواضيع أخرى هي الخصوصية، حماية البيانات الشخصية، يعني ليس فقط كيف تتعامل الشركات مع بياناتنا، يعني كامبريدج وغيرها، ولكن كيف تتعامل الحكومات مع بياناتنا. وذكر أيضا من البرلمانيين من قارات أخرى يعني أنه لا يتم نقل القوانين من بلد إلى بلد آخر، ولكن يمكن استخدامها كأساس للتفكير حول القوانين المطبقة في بلدانه. هناك إجراءات متخذة من الحكومة الألمانية أيضا اسمه Data Dashboard، يعني في المستقبل يكون المواطن قادرا على أن يرى ما هي البيانات التي تم تخزينها من قبل الحكومة، وما هي الأطراف التي لها المنفذ إلى هذه البيانات. هذه موجز لمواضيع مناقشتنا يوم الاثنين، ونحن لاحظنا أننا من القارات المختلفة نشارك في نفس التحديات، ولكن طبعا لاحظنا أيضا أننا نوسع، لابد من توسيع رؤنا، لا ننقل الوصفات من بلد إلى بلد آخر. ونحن كنا أيضا نتوصل إلى الاستخلاص، لابد من نقل التوجهات الدولية إلى يعني صانعي القانون هنا على الصعيد الوطني، يعني أننا نجمع كل الأطراف المعنية. شكرا. شكرا. و شكرا جزيلا على هذه الجمعة البرلمانية. هذا كل ما أقوله باللغة الألمانية. 30 عاما بعد سقوط جدار برلين، لازم نتذكر أنه لا يكون الوقت مناسبا لبدء بناء جدران إلكترونية جديدة، ولكن يجب أن نستفيد الفرصة للتواصل بين المواطنين. الإنترنت الحر يسمح بتعزيز مساهمة المواطنين في الديمقراطية. لابد من استخدام الإنترنت لمراقبة الحكومات من قبل المواطنين، لأننا نخدم المواطنين فقط. لابد من حماية المواطنين، لكن ليس فقط بواسطة جريمة السيبرية غير المحددة، ولكن لابد من حماية المواطنين من المراقبة الشاملة من قبل سلطات الشرطة أو المخابرات، ولكن أيضا المراقبة التجارية من قبل الشركات المختلفة. نحن كبرلمانيين يجب أن نؤكد على واجب وحقنا لمراقبة
مراقبة هذه الجهات الحكومية وأنها تخدم المجتمع وتقوم بالحوار الديمقراطي وتجمع بكل انفتاح كل فئات المجتمع. وكذلك الشركات التجارية لا نريد أنها تسعى إلى الاحتكار، ولا يجوز لنا أن نسمح بظهور الخوف، خوف البرلمانيين من الجهات الحكومية، يعني بغض النظر من جنسيتنا، من عرقها، من جنسنا والآخرين، نحن مواطنين مساوين متمتعين بحقوق متساوية. لابد من تعزيز هذه الحقوق الوضعية وليس تخريبها من قبل الأدوات التكنولوجية المتوفرة في الإنترنت. وبالتالي يجب علينا أن نشجع فك التشفير والوصول على الوصول إلى المعلومات الحرة. هذا هو الأساس للإنترنت الحر والشامل وغير المشتت، وهذا قد يجب أن يكون نداءنا للعالم من أجل الإنترنت الحر. شكراً. شكرا جزيلا السيدات والسادة على هذه التلخيصات. أود العودة إلى مريم، ربما يمكن ترفعوا يدكم اليمنى إذا فكرتم أن الفكرة كانت جيدة، يعني إعطاء البرلمانيين هذا الصوت القوي في الأجهزة. عندما لا تعتقدون ذلك ارفعوا اليد اليسرى. لا أرى اختلافا كبيرا ما بين الآراء. إذن شكرا جزيلا على هذه المبادرة، والآن أسلم المبادرة إلى الجلسة القادمة 45 دقيقة، يعني مناقشة على المنصة، والمسألة هي ماذا نأخذه وتأخذونه معكم إلى البرلمانات الوطنية. ويدير النقاش سيد توماس شنايدر، هو سفير ومدير الشؤون الدولية في وزارة الاتصال السويسرية. معنا فوق المنصة ماريان عزر، وهي عضوة برلمان مصر، وسيد بو ومن غامبيا، البرلمان الغامبي، وكارلا زامبيلي من برلمان البرازيل، وزميلنا من برلمان السلفادور. ستقدمون مداخلة أساسية لمدة 5 دقائق. شكرا. وتوماس شنايدر سيدير المناقشة لمدة 20-25 دقيقة. شكرا على حضورك أيضا يا سيد شنايدر. Hello everybody. It is a special. مرحبا بكم. شرف كبير لي أن أدير هذا المنتدى. أنا جزء من منتدى الإنترنت الأوروبي، وفي سويسرا أنا جزء من IGF سويسرا، ودائما نحاول أن نشرك البرلمانيين في هذه الأعمال. ويسعدنا جدا أن بادرت ألمانيا لهذه الخطوة، ويسعدنا أن تشاركوا أنتم كأعضاء برلمان. فلنبدأ النقاش. السؤال الأول سهل وبسيط جدا، هو ماذا تعلمتم كأعضاء البرلمان هنا؟ ما هي المعلومات الجديدة التي تنقلونها إلى برلماناتكم؟ هل كان هناك ما كان ناقصا في النقاش والذي كان يجب مناقشته؟ صباح الخير. شكرا جزيلا. في البداية أود أن توجه بالشكر لمنتدى الإنترنت IGF والحكومة الألمانية أيضا على دمج
الأعضاء البرلمانات، أعتقد أنه شيء أساسي ومهم أن يشارك السياسيون في هذه القضايا المتعلقة بالإنترنت. عندما ننظر للعالم فالبرلمانات هي في محور الحكومات، وكان من المهم أن يكون لدينا هذه الفرصة هنا. هذا المنطلق المشترك للاي جي اف كان شيء مهم ومحوري، سوف أخذه معي إلى بلدي. هذا مهم لإفريقيا ككل. عندما ننظر إلى الهيكلية الحكومية لابد من إشراك أيضا المجتمع المدني والمنظمات وجميع شرائح المجتمع. واي جي اف 2019 أشار إلى ضرورة التعاون إن كنا نريد التقدم والنجاح. علينا أن نتعاون وعلينا أن نبتعد عن المجالات الضيقة. علينا أن نعمل سوية من أجل أن ندفع هذا العالم إلى الأمام. هذا ما أخذه معي كتجربة من هذا المنتدى. شكرا جزيلا. أود أن أستخدم هذه الفرصة وأتوجه للشكر، أتوجه بالشكر للبرلمان الألماني و لجيمي الذي لم أكن أعرفه شخصيا، ولكن شكرا لجيمي على جهده. ما سوف أنقله معي إلى بلدي هو ضرورة حرية وانفتاح الإنترنت والتوفر الحر للإنترنت للجميع. هذا يفيد البشرية كلها بدون أن يكون هناك جدران افتراضية. هذا مهم لجميعنا. علينا أيضا أن ننظر إلى موضوع الأهمية. منتدى إدارة الإنترنت لهذا العام قدم أو أنجز تقدم كبير لأنه أشرك أعضاء البرلمانات. لأول مرة تم إشراك البرلمانيين، لأننا نحن أعضاء البرلمانات، نحن نشرع القوانين الوطنية، ولذلك هذا المنطلق مهم ولم يكن موجودا من قبل. هذا ما أخذه معي إلى برلماني، وسوف أنقل هذا الخبر لجميع زملائي. نقطة أخرى هي أن من شأن المبادرة الوطنية أن تلعب دورا أكبر، والبرلمانات الوطنية، ويجب أن تكون المبادرة الوطنية ديمقراطية أيضا بحيث أنها تشرك جميع الأطراف كما فعلنا ذلك هنا على صعيد عالمي. لم أكن أعرف من قبل أن هذا خيار، ولكن أنا أعرف ذلك أيضا، وأريد أن يتم ذلك أيضا في السلفادور في المستقبل. أنا أشجع اقتراحا قانونيا في السلفادور حول توفر الإنترنت للجميع كحق إنساني، مبنيا على مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، حيث أن توفر الإنترنت أيضا يعتبره المجلس حقا أساسيا. وقريبا سوف أساهم أيضا في مشروع قانون جديد للحفاظ على حقوق الأطفال والنساء وحقوق الإنسان في الإنترنت. المهمة ليست سهلة، ويسعدني أن تتوجهوا إلي من أجل تقديم اقتراحات إضافية في هذا الصدد. من المفترض أن يكون هناك لجان فنية في البرلمانات من أجل أنه يمكن متابعة هذه النقاط مستقبلا. لدي نقاط إضافية ولكن أكتفي بهذا القول
من أجل الاستماع إلى تعليقات الزملاء والزميلات. مرحبا، اسمي كارلا زامبيلي، أنا عضو في برلمان البرازيل، انتخبت لأول مرة، أنا من حزب الرئيس بولسونارو وأريد أن أستخدم هذه الفرصة لأمثل بلدي. عفوا، سأتحدث باللغة الإسبانية من أجل أن يفهم علي ناخبية في البرازيل أكثر. مع خبرته في هذه الأيام، وما أعجبني كثيرا هو أن أعرف أكثر عن الوضع القانوني في بلدان أخرى والممارسات. في البرازيل لدينا وضعية خاصة، بلدنا كبير للغاية، أشبه بقارة كاملة، وكان لدينا وضع غريب بعض الشيء. لأول مرة رئيسنا انتخب عن طريق الإنترنت، رئيسنا كان في المستشفى بعد أن تعرض لمحاولة اغتيال، وبالتالي جميع الأمور جرت عبر الإنترنت. وأنا هنا لأنني أعتبر أكثر أعضاء البرلمان في البرازيل نفوذاً، لم أكن معروفة قبل الانتخابات، أما اليوم فأنا أصل إلى 80 مليون مواطن عبر الإنترنت. في ضوء ذلك يمكن تخيل أهمية المنصات الرقمية، وهذه الأهمية تعني أن المطلوب ليس فقط ضمان توفر الإنترنت كحق إنساني، ولكن لا ننسى أن الكثير من مواطني البرازيل لا يتوفر لديهم حتى ماء للشرب، فما بالك عن خدمات الإنترنت. هذا الفضاء سيطرت عليه سابقا شركات كبيرة، كانت تنظم الدخول إلى الإنترنت وإمكانية الحصول على المعلومات. ما شاهدت هنا أن الإنترنت في كل أنحاء العالم، أن الإنترنت ليس ملك للشركات الكبيرة فقط، إنما لجميع الأفراد مثلي. أعتقد أن هناك قلق في البرازيل، وهو الحفاظ على حرية التفكير. أنا أميل لليمين، أنا من حزب بولسونارو، ولكن يهمنا أيضا أن يتمتع اليسار أيضا بهذه الحرية. الإنترنت ليس فقط حقوق من حقوق الإنسان، إنما يقلقنا حرية الرأي. لدينا رئيس سابق أفرج عنه ومن السجن، ويتحدث عن ضرورة تنظيم الإنترنت والشبكات. هذا موضوع تم مناقشته كثيرا هنا، ولكن نحن تجاوزنا أمر واحد، يجب أن نتحدث عن القمع القائم في الإنترنت. في فيسبوك في البرازيل مثلا تم حذف حوالي 400 حساب على فيسبوك، أكثر من 400 ألف، وهم خسروا حسابهم على فيسبوك لأنهم عبروا عن آرائهم. القضاء لا يجب أن يكون مخصخصا، فحرية الرأي هي حرية وليس حق للشبكات الكبرى. شكرا جزيلا على ذلك، على هذه المداخلة. شكرا ماركو.
سوف أخذ معي الكثير من الأشياء إلى بلدي. لأول مرة شاركت في الـ IGF. قبل كل شيء نتحدث عن بيئة الإنترنت. الـ IGF تطرق للعديد من القضايا وكلها متعلقة ببعضها. نريد أن نبني مستقبلا أفضل، وهذا يتطلب بيئة معينة، وذلك عن طريق التنسيق. فكان من المهم بالنسبة لي أيضا أن أطلع على بعض القوانين في الدول أخرى، وبعض هذه القوانين غير متناسبة مع العصر الرقمي. هذا ما أخذه معي إلى وطني. القضية الثالثة هي أنني أعرف أن المستقبل لمن يؤمنون بأحلامهم، وأنا أؤمن بأن هذا التبادل بين التقنيين وممثلي الحكومات وأعضاء البرلمانات والقطاع الخاص، هذا التبادل يساعدنا من أجل أن نحقق هذا الهدف. عالم واحد، شبكة واحدة، رؤية واحدة، سوف نعمل على ذلك أيضا مع المجتمع المدني في بلدي ومع الحكومة وغيرها من الأطراف. شكرا جزيلا. إذن إلى جانب هذه الأمور الجوهرية، ربما تريدون أيضا الاستمرار في التعاون وجو التعاون من أجل أن نخرج من الصوامع، رغم أنه قضية غير سهلة وبسيطة. هذا ما فهمته من مداخلاتكم، وهذا من أهم عناصر، من مهم العناصر التي سوف تكون جزء من تقرير الهيئة العليا للأمم المتحدة للتعاون الرقمي، بما في ذلك من توصيات. إذن من المهم أن نفهم أن هناك ضرورة لبناء الجسور في جميع المنتديات في الـ IGF والمبادرات الوطنية، وعلى صعيد أصحاب القرار والحكومات، وفي القطاع الخاص مدراء الشركات الكبيرة. فكيف نستطيع أن نبني الجسور بين جميع هذه الأطراف من أجل أن يكون هناك تواصل أفضل، ليس فقط من أجل المشاركة في الحوارات، إنما أن نعزز عمليات اتخاذ القرارات. فكيف ندمج ما تعلمنا في مثل هذه العمليات، وكيف نبني مؤسسات خاصة بذلك، وكيف نستطيع أن نتعامل مع الشبكات الأفقية إن كانت ICANN، أن من أجل توزيع الدومين نيمز واليونسكو وغيرها من المؤسسات والمنظمات الأممية، من أجل خلق وتطوير المعايير، من أجل أن يكون هناك تواصل مع أصحاب القرار في العالم. شكرا جزيلا. عندما تنظر إلى ذلك بشكل شامل، فمن الواضح أن المطلب الأول هو بناء الثقة بين الأطراف المختلفة، وحين ذاك نستطيع أن نتعاون. عندما ننظر إلى العوائق، فنرى بأن السياسيين هم في مركز هذه التطورات العائقة في العالم، ومن أجل أن يفهم السياسيون ما هي هذه التطورات ولأي جهة تتجه، فنحتاج إلى البرلمانات، إلى الحكومات، بالإضافة إلى القطاع الخاص والمجتمع المدني. لابد أن يكون هناك دائرة
حلقاتها متصلة ببعضها البعض. عندما يكون هناك هذه الثقة سوف يكون لدينا رؤية أوضح إلى أين نريد أن نتجه. عندما ننظر إلى الإنترنت وإدارة الإنترنت، من المهم أن تحمي الحكومات حقوق الإنسان. هناك منظمات من المجتمع المدني أيضا تريد الحفاظ على حقوق الإنسان، ولكن ماذا عن الاقتصاد الرقمي والمؤسسات الخاصة بذلك؟ لابد أن يكون هناك ثقة متبادلة بين جميع الأطراف المعنية، وهذا أساس جيد، وجميع الأمور المتبقية تبني على ذلك. بناء الثقة ليس سهلا، لأن جميع الأطراف كل واحد في صومعته، وليس هناك ثقة كثيرة. عندما نريد أن نكافح الجريمة بالإنترنت لابد أن يكون هناك ثقة بخدمات الإنترنت. مؤسسو الإنترنت الأصليون كانوا يريدون فقط تسهيل عملهم، فخلقوا البروتوكولات الخاصة بذلك، ونفس هؤلاء الأشخاص يحاولون الآن أن يغيروا هذه البروتوكولات لأجل أغراض مختلفة. لابد من الثقة، ويجب بناء الثقة في كل أنحاء العالم. شكرا جزيلا. لا أحد يريد التعامل مع أعضاء البرلمانات، ولكن علينا أن نفعل ذلك. معيار عملي لتعزيز هذا التعاون لاحظناه هنا في الاي جي اف، وهو دائرة أو لجنة توجيه من أعضاء البرلمانات تحت رعاية البرلمان الألماني، ويمكننا أن نساعدكم بأن هذه الأجواء تلهم أيضا بقية الدول، وهذه قضية مهمة نأخذها معنا. علينا أيضا أن نركز على بعض المواضيع المحورية المتصلة بهذه المنتديات في برلماناتنا، أيضا في الاتحاد الدولي للبرلمانات. أيضا من المفترض أن تقام لجنة خاصة بهذا الموضوع. ما هو مهم أيضا أن يكون هناك إطارات مبدئية عامة للبرلمانات بالنسبة للتشريع، ويمكن التوصل إليها على أساس النقاشات التي دارت في هذا المنتدى، وأيضا في مؤسسات أخرى كالبرلمان الأوروبي وغيرها. أن يكون لدينا خطوط عامة مرشدة للتشريع على أساس التشريع الوطني، وهذا نافع خاصة إذا كان لدينا إنترنت واحد وعالم واحد ورؤية واحدة. بالنسبة للأمن في الإنترنت كان فهناك تقرير للجنة العالمية، فإن كان لدينا قوانين لمكافحة الجرائم على الإنترنت فهذه فرصة لتحديث هذه القوانين على أساس التوصيات للجنة العالمية للأمن في الإنترنت. شكرا. أنا أتفق مع الزملاء والزميلات على ما قالوا عن الثقة، الثقة من قبل أطراف الشأن، وأيضا أتفق مع ما قالته الزميلة للتو. ولربما نستطيع أن نلتقي أكثر من ذلك، أي لا ننتظر لغاية المنتدى القادم، بل نتبادل قبل هذا الموعد. ولربما أيضا نستطيع أن نؤسس لجنة أو هيئة مكونة من البرلمانيين ستشغل بالها بهذا الموضوع. أود أن أكرر أن المنتديات والمنصات للتبادل عبر الإنترنت حامل للغاية، بمعنى أنه يجب أن يكون هناك
ثقة كما قال الزميل تو، والقضاء والتشريع لا يجب أن يتم خصخصته. وموضوع آخر هو موضوع الخوارزميات، أي أظن أن الخوارزميات قد تؤدي إلى فقاعات فكرية أو قوقعات فكرية، يعني مما يؤدي إلى أن الوسائط المتاحة اليوم لتنوع الآراء والمواقف والجميع يتحدث إلى الجميع، وأن هذا تنوع لوجهات النظر يعني التي تضمن أيضا الاستمرارية في التفكير السياسي وفي الحياة الديمقراطية، أي أن هذه الخوارزميات ستؤدي إلى إنشاء هكذا فقاعات. وعلينا أن نوسع الإنترنت، وعلينا أن نضمن أن هناك ديمقراطية، فأيضا التبادل بيننا، وأيضا الوعي أن هناك قانون قد ينجح في ألمانيا. أنجيلا ميركل قد ذكرت موضوع هام في هذا الخصوص، وهو البنية التحتية للتشبيك ما بين المنصات في أنحاء العالم، أي يعني هو مركزية للمنصات في العالم يعني، ونحن نتعرض لذلك عاتلين عن الفعل، فيجب أن نتحدث عن ذلك كبرلمانيين أيضا. أعتقد الحل يكمن في معرفة الآخر، إذ أن القانون الألماني لربما ليس مفيدا للبرازيل، القانون الذي يضمن أنه لا توجد أخبار كاذبة في المنصات، هكذا القانون لا ينجح ولا يعمل في البرازيل، إذ أن هناك من المهم أن يكون هناك حرية للتفكير والمحاكم والقضاء الذي يهتم بشأن الفيسبوك، وليست منصة التي ملك لشركة واحدة فقط. أتفق مع ما قال جميع الزملاء، مع كل ما ذكرتموه للتو موضوع الثقة يعني، وأيضا اللجنة الإرشادية كما ذكرتي مارغو أو مارغريتا يعني وذكرتيني بأغنية لإلفيس بريسلي، تعلمون هذه الأغنية It's Now or Never. إذا حان الوقت كي نتعاون بصفتنا أطراف متعددة. أتذكر عندما في مصر كان هناك مرحلة إصدار قانون الأمن الرقمي، كانت لدينا 21 جلسة في الكتلة أو اللجنة البرلمانية الفرعية قبل الجلسات العامة. ثلث هذه الجلسات كانت مع الحكومة والمعاهد الوطنية ومع القطاع الخاص والجامعات، وكان هناك موضوع الإدماج أيضا للسيدات للعلاقات للجميع لكي يكون لهم صوت، وهذا كان الأساس أو البذرة الأساسية لقانون جيد، ويجب أن يحسن بين فترة وأخرى، ولكن القائد في خلال ذلك هو التعاون. أود أن أقول أن هناك كلمة الفريق، أي أن عندما نتعاون يعني كفريق يعني هكذا نستطيع أن نحقق أحسن وأكثر. وإذا هذا هو فكرة العمل بروح الفريق. فإذا أظن أن الهدف ليس سهلا وأمامنا الكثير من التحديات، ولكن الإلهام اليوم هو تشجيع للغد، فنحن مشجعين ولدينا حوافز كثيرة للعمل ولنجعل الشيء يتحقق، وهكذا الشيء ليس بالسهل ولا يتطلب من الكثير من الجهد والكثير من المصداقية كذلك كي يؤخذ بجميع الآراء المعبر عنها، وهذا سيخلق دائرة من الأشخاص يسعون لتحقيق نفس الهدف، وعلى صعيد الدولي وحتى على صعيد الوطني لو استطعنا أن نقوم بذلك للعمل مع أطراف الشأن المحلية أعتقد أن الأمور تتحسن كثيرا. شكرا جزيلا، أتفق معكم تماما أن الثقة عنصر أساسي
إذ أن لو لم تكن هناك ثقة فمن الصعب أن تتعاون مع الآخرين، وهو أيضا نتيجة التعاون هناك ثقة موجودة. إذ أن عندما تتعاون مع الآخرين تتعرف على الآخرين وتتعرف على أن لربما هناك عدم اتفاق، ولكن حياة المشاركين أيضا مختلفة، الوضع مختلف، وهذا يؤدي إلى خلق الثقة أيضا. ولكن الثقة بالطبع بحاجة إلى بعض القواعد، وإذا إمكانية التنبؤ بأشكال التعاون والمبادئ الأساسية وغير ذلك، وأيضا وضوح حول الأدوار المختلفة للقطاع، قطاع الأعمال، دور المنصات. يعني هذا كان النقاش وجدال حار حول ذلك منذ وجود هكذا منصات على ما أظن في كل البلدان، وأيضا التعاون بين البرلمانات الوطنية من أجل أساساتية التشبيك في المنتدى هنا، وإذا أيضا خلق مؤسسات هيكلية في داخل الاتحاد الدولي للبرلمانات من أجل خلق نقط اتصال مركزية كي نساعد البرلمانات الوطنية لمشاطرة الأفكار والمواد. وأيضا شيء هام للغاية هو الإرشاد. هناك عدد من المنظمات والهيئات الدولية ما بين الحكومات، ولكن أيضا شبكات للسياسة الخاصة التي تنتج الإرشادات، لجان خاصة، وكلما كان هناك مشاطرة أكبر بين الناس حول ذلك ومشاطرة لتحمل العباء، يعني سيكون هناك فائدة أكبر للجميع. سؤال أخير، سؤال قصير، يعني هناك ميكروفونات موزعة في أنحاء القاعة، فإذا أرجو الانضمام إلى النقاش، أرجو تعليق، أرجو طرح الأسئلة كي نستطيع أن ندخلكم إلى داخل النقاش. آخر سؤال في هذا الصدد، يعني ما زلت أسجل وألاحظ بعد سنوات من النقاش، يعني الاجتماع والحديث إلى بعضنا البعض شيء واحد، ولكن عندما نفهم فيما بعد أن ربما نستخدم نفس الكلمات، ولكن لو أتيت من المجتمع المدني أو من الجانب السياسي أو من المجتمع الفني قد يكون لديك مفهوم مختلف تماما لنفس الكلمة أو لنفس المصطلح، كون لديك خلفية ومناهج اجتماعية وتاريخية مختلفة. إذن كيف نستطيع أن نبني الجسور بين هذه الخطابات واللغات المختلفة المستخدمة في الصوامع المختلفة كي تستطيع أن تضمن عندما تقوم بالتشغيل أن تحقق فعلا الهدف المرجو، وليس عكس ذلك بالضبط، إذ أن اللغة هي مختلفة وثقافة مختلفة وليس هناك مفهوم مشترك لما يجب القيام به. شكرا جزيلا. أعتقد موضوع اللغة سيستمر أن يكون موضوعا هاما فيما يخص الحوكمة والإدارة، خاصة على صعيد التشريع. وعندما تتحدث عن اللغة، يعني مفهومنا أساسا يمكن أن يكون مختلفا بسبب مواضيع ثقافية، ولكن في بعض الأحيان نفهم أن الأشخاص يفهمون الأشياء يعني من أجل مصلحتهم، إذ أن أساسا عقل الإنسان يعني فاسد. فيعني أعتقد أنكم فهمتم قصدي هنا. فإذا يعني من الشيء المهم أن يجب أن يكون لدينا مفهوم مشترك ومنصة مشتركة. عندما تحدثنا عن ذلك منذ أيام قليلة، تحدثنا عن الإنترنت الأول عندما أنشئ، يعني فإذا أن كان هناك مفهوم واضح جدا، إذ أنك أمننا أن البنية التحتية تستطيع أن تتواصل مع بعضها البعض، فإذا هذا ما نحتاج إليه، إذا نقد أو مراجع عامة. فيما يخص التشريع يجب أن يكون هناك تفسير دولي عام لبعض المصطلحات والجمل كي لا يدع كل شيء في عملية الترجمة، إذ أن حتى في داخل اللغة الإنجليزية العمل كالتالي، هناك مصطلح قد استخدمه بالطريقة المختلفة في غامبيا عما استخدمه في الولايات المتحدة ويفهم طريقة مختلفة تماما. وإذا يجب أن يكون هناك مفهوم واضح كي نحدد عندما نستخدم هذه العبارة نعني بذلك كذا وكذا. فإذا أهم شيء أن نطور مفهوم
إجماع عام عن استخدام هذه المصطلحات بغض النظر عن اللغة، يعني كأن نكون متناسقا تماما. هذا لن يتم تحقيقه تماما يعني في أي لحظة من اللحظات، ولكن هذا حامل الغاية. شكرا جزيلا السيد الصفير على هذه الكلمات الهامة. يعني كيف نستطيع أن نتفاهم؟ بالنسبة لي في يوم الاثنين عندما حضرت اللقاء للمرة الأولى، كنت أتساءل حقا هل أنا فعلا بالمكان الصحيح أم لا؟ لم أفهم ذلك، ولكن الآن أرى أنني استطعت أن أفهم الكلمات والمفاهيم والتحديات وأيضا الأجوبة، وهذا يأخذني إلى التفكير إن التعارف والاجتماع بين بعضنا البعض في نفس القاعة للحديث عن نفس المواضيع هي الطريقة الأمثل عمليا للتقليل وإزالة الجسر والفجوة ما بين السياسيين والفنيين. علينا نتعلم من الجوانب الفنية. لا أظن حتما أن الفنيين يجب أن يتعلموا عن لغة السياسيين، لا أحد يجب أن يكون في هذا المسرح يعني، ولكن هذا مثال عملي على ذلك. منذ يوم الاثنين لغاية يومنا هذا يوم الجمعة 5 أيام، ولو كان عليها أن أقول لأتحدث لبرلماني أقول إذا نعم نقوم بالقانون رقم 4.1 للجيل الرابع من الإنترنت، فيعني أستطيع أن أؤكد لكم أنهم يظنونني قد جننت، والبعض قد يتبعني في ذلك، والباقي لن ينضم إلي في هكذا مغامرة، ولكن مع ذلك نقوم بذلك. نحن نعتبر حماية البيانات الشخصية شيء مهم، فنبدأ بمبدأ الإدماج للجميع للإنترنت، وأتفق مع زميلة من برازيل، ولكن علينا أن نبدأ بالتفكير في ذلك الآن، إذ أن سلفادور وهو بلد صغير ولكن هناك فقط 30% من الشعب لديهم إمكانية الاتصال بالإنترنت، وعلينا كمالبنيين أن نقلق ذلك، إذ أن هذا حق أساسي بناء على ما ينص عليه مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. إذن في نهاية المطاف كيف نجسر اللغة؟ نحن جميعنا بشر، علينا أن نفهم بعضنا البعض، وإلى أين سيأخذنا التشريع رقم 4 يعني من الجيل الرابع، يعني يعتمد إلى حد بعيد على هذا المفهوم للمواضيع الدولية، أن يكون لدينا عالم واحد، شبكة واحدة ورؤية واحدة. شكرا جزيلا. إذن هذا سؤال فلسفي للغاية، وأنا حقا إنسان عملي جدا، وإذن بالنسبة لي صعب للغاية أن أتطرق إلى هذه الفوارق، والفوارق كبيرة جدا ما بين البرازيل وإفريقيا ومصر. في البرازيل نحن هكذا، العالم يتغير بسرعة وبشكل كبير، وفي الإنترنت كان هناك سوء فهم أو سوء تفاهم منذ عدد من الأسابيع، حيث العالم قد ظن أن منطقة الأمازون تحترق، وهذه الحرائق للغابات كانت في بعض الأحيان بسبب جرائم ارتكبت، وأساساً المنظمات غير الحكومية من خلال ذلك قد أشعلت هذه الحرائق كي تشكل مشاكل للحكومة المحافظة الجديدة. وأساساً منذ 20 عاماً هذه السنة الأولى، حيث لاحظنا العدد الأقل من الحرائق، إذن كانت حقاً خبر كاذب. إذن أحد رؤساء الدول أظهر صوراً لجرافة في وسط هذه الحرائق، مع أن ليس لدينا جرافات أصلاً.
فإذا منطقة الأمازون منطقة خاصة في العالم، وعلينا أن نضمن حرية التعبير للجميع، لليسار ولليمين، وهذا هي النقطة الأساسية لدينا حاليا في البرازيل. والمشكلة في البرازيل يجب أن يفهمها أيضا البرازيليون أنفسهم ومن العالم الخارجي أيضا. نحن علينا أن نصل للجميع، وأظن أن هناك في الإنترنت هناك مشكلة كبرى، حيث يتم الإصغاء فقط إلى طرف واحد. نعم، عندي خلفية تقنية وأنا برلمانية، إذن هذا يسهل الحياة ربما، وأنا أرى ذلك أيضا كوصفة لفتح القنوات لكل البرلمانيين غير الفنيين والتقنيين. وطبعا هناك أخبار ما حول ما يحدث على الصعيد الدولي، على الصعيد الوطني، وأنا أنقل ذلك إلى البرلمانيين عندنا، أراهم كل أسبوع تقريبا. وأيضا من لا يهتم كثيرا في التكنولوجيا يسألني عن الآفاق المستقبلية، يعني الآن بدأوا يهتمون في هذا الموضوع، وهكذا كي لا تكون كلمة التقنية كلمة بديئة، ولكن هذا شيء جاذب أيضا. والنقطة ثانية، كان هناك اهتمام لابد من استغلاله، وأعتقد في كل برلمان هناك الإمكانية لتأهيل وإعادة تدريب البرلمانيين. أيضا بالعمر المتقدم يمكن التعلم، مثلا يمكن أيضا التعلم بإدارة البرلمان عن طريق إدارة البرلمان، يمكن أيضا عرض لدورات تأهيلية للبرلمانيين ولا من يهتم في ذلك يعني يشارك في هذه الدورات. والثالث هو مجموعة المشتركة التي تنشر عملنا البرلماني في الرأي العام، وهم يعززون اهتمام الرأي العام في هذا الموضوع، الأمر الذي يزيد الاهتمام العام، وهذا يساعدنا خصوصا بالنسبة للقوانين والمواضيع الجديدة التي تناقش في البرلمان. إذن نحن بالحاجة إلى مجموعات من البشر عندهم أفكار جيدة، وثم يجبرون السياسة على التفكير فيها. هذا أحسن الممارسة التي أقترحها. شكرا جزيلا على هذه الاقتراحات العملية جدا. إذن يمكن العمل كثيرا، وهناك أيضا ناس منتظرين وراء الميكروفونات، لابد التوزع على الميكروفونات. أولا السيد هناك، شكرا جزيلا يا توماس. كان عندنا ورشة عمل رائعة جدا مع 20 زميل برلمانيا، وناقشوا المعايير الإنترنت وكيف يمكن جعل الإنترنت آمنا للجميع على الفور. وعندي سؤال موجه إلى السيد عزر والسيدة إسكوبار. احنا بدأنا بخمسة توصيات لا أعددها هنا، ولكن نحن أضفنا إلى ذلك توصية سادسة، قائلين بأن هناك حاجة كبيرة لكل الأطراف إلى التعرف على القواعد. يعني الفنيين عندهم بروتوكولات لابد من ترجمتها إلى لغة مفهومة، ولكن بما أن السياسة من جانبها أيضا مصاغة بطريقة معينة وتسترشد ب عمليات وبروتوكولات معينة، لابد من إعادة ترجمة ذلك أيضا، وأنتم ساهمتم في ذلك، وأدعوكم للتعاون في هذا الموضوع. شكرا. الوقت المتبقي 4 أو 5 دقائق الآن، وأقترح أن السيد هناك في الوسط يتكلم. شكرا. اسمي فيليم فادر، وأنا نائب في البرلمان في جنوب أفريقيا. عندنا منتدى حول التكنولوجيات المعلوماتية منذ 10 سنوات،
وحاليا نعمل على تحويل برلماننا إلى برلمان بدون الورق، خالي من الورق، والذي يمكن المواطنين أيضا من التواصل مع البرلمان. وتم توسيع الموضوع وجدول الأعمال بإسهام الذكاء الاصطناعي أيضا في كل العمليات صياغة القوانين. نحن فعلا نؤمن في مجتمع يكون الإنترنت متوفر للجميع، ولكن يحتاج الأمر أيضا محاسبة الحكومة، خصوصا فيما يخص بحماية البيانات الشخصية والتنظيم القانوني لحماية السكان من سوء استخدام بياناتهم الشخصية من الخارج. هذا مهم جدا. إن الذكاء الاصطناعي في الثورة الصناعية الرابعة، هذا موضوع مهم أيضا، يساعدنا في مجالات مثل الصحة والثقافة والتعليم والحوكمة الرشيدة. ونحن تعرفنا أيضا على العقد الاجتماعي حول الإنترنت الذي تقدم به تيم ماكلي، وهذا فعلا شيء جدا، وأشكر أيضا على هذا المنتدى لإدارة الإنترنت، كان ممتاز، شكرا جزيلا. والسيدة هناك على اليمين في وسط، أولا السيدة، شكرا جزيلا توماس. أود أن أقوم بالحوار مع مجلس النواب البرازيلي، وأنا كعضو في الاي جي اف سعيدة جدا بأن المهتمين البرلمانيين المهتمين في إدارة الإنترنت موجودين هنا. نحن نتابع عمل السياسة الحكومة البرازيلية، وهناك بعض التطورات المتضاربة، مثلا وقف المشاركة في المنظمات الدولية، هناك أيضا القلق في حرية التعبير. هذا مهم جدا، لأن نحن دائما نرى أنه يتم اعتبار كل نقد على الرئيس أو على الحكومة خبرا كاذبا. كارلا، سؤالي هو التالي، كيف ترين دور مجلس النواب البرلماني في تضييق الجسر أو التغلب على في بناء الجسر ما بين المواطنين والحكومة البرازيلية؟ ربما لا نتحدث كثيرا عن السياسة العالمية، يمكن ربما توضيح هذا الأمر خلال طعام الغداء لنتمسك بموضوعنا. نعم، هناك مجالس وهيئات كثيرة تم إغلاقها، وتم مشروع في كثير من الإجراءات، مثل إجراءات التحقيق والتحري. وعندنا في البرازيل مشكلة، يعني منذ سنوات كثيرة خسر الشعب، خسر البلد كثيرا من الفساد بسبب الفساد. وليست عندنا الإرهاب، وعندنا ليست عندنا مشاكل بهذا المجال، ولا من الناحية الأخرى عندنا موارد ضخمة جدا، ولكن لم يكن عندنا الحد الأدنى من الاحتياجات. كان هناك سرقة مليارات من الرايش، من عملتنا سرق ذلك، وثم تم تشكيل مجالس المجتمع المدني ولم تفعل شيئا. أنا نائبة عادية في البرلمان، ولكن أنا على فيسبوك وأستعمل تويتر كمان، وعندي العدد، يعني 27 مليون في الشهر، 27 مليون شخص يرد علي، وبتويتر 40 مليون شهريا يكونوا معي على تويتر.
وفي البرازيل الصحافة لا تؤدي دورها الأساسي، يعني المعلومات التي تنشرها الصحافة بحرية التعبير، حرية الصحافة لا يثق فيها الشعب، الشعب يقرأ هذه المعلومات ولا يثقون في ذلك، وثم يرجعون إلينا كنواب البرلمان للحصول على معلومات حقيقية. يعني ما نراه في الصحافة هذا جانب، وما نراه نحن هذا جانب آخر، ولكن ليس هذا هو موضوعنا هنا في المنصة، ولكن أنا تحت تصرفك في الاستراحة. شكرا جزيلا. اسمي كورنيل مساني، أنا عضو برلمان في نيجر. أنا راضي جدا عن ما صار هذا المنتدى، ولكن لدي بعض النقاط النقدية. العائق اللغوي يجب التغلب عليه ويجب تقليله. عندما تريد أن تحرك أعضاء البرلمانات، وإن أعطيتنا فقط دقيقة أو دقيقتين للكلام فهذا غير كافي. يجب أن يكون هناك وقت كاف للتحدث للبرلمانيين، هذا واحد. ثانيا، بالنسبة للعائق اللغوي، أنا من بلد ناطق باللغة الفرنسية، وبرلماننا يتعاون مع دول أخرى في إيكوواز، ولكن جميع النقاشات التي شاركت فيها من البداية إلى أمس لم يكن هناك ترجمة. أنا لا أجيد اللغة الإنجليزية إلا قليلا، فأنا أرى ذلك غير عادل. إن تحدثتم عن الثقة، كيف نثق بكم؟ أرى هذا العائق غير عادل، و النائبة من السلفادور عبرت عن ذلك بشكل جيد. نحتاج إلى هيئة عليا للتحضير لمنتدى الإنترنت في عام 2020. نحتاج إلى مؤسسة تهتم بهذا الموضوع. شكرا جزيلا. السيد هناك على اليسار. لدينا دقيقة واحدة فقط، نأخذ سؤالين قصيرين. تفضلوا، اختصروا. مرحبا، أنا سفاري من جمهورية كونغو الديمقراطية. أود أن أشكر المشاركين في لجنة الأجندة الرقمية الألمانية على هذه المبادرة. أطلب منكم روح القيادة في ذلك، لأنه هذه هي المرة الأولى التي فيها فرصة لأعضاء البرلمانات أن يشاركوا، ولا بد أن يتم ذلك على أساس الاستمرار من أجل أن يمكن متابعة ذلك على أعلى المستويات في الIGF. أما ماذا يفعل أعضاء البرلمانات بعد ذلك في أوطانهم؟ برلماناتنا عليها القيام بوظائف متعددة، وأتمنى أن نتمكن في المستقبل فأن أكون أنا جيمي شولتز كونغو من أجل إقامة أجندة رقمية، ولكن من المفترض أن لا يحدث ذلك في كل دولة على حدة. هناك قضايا عالمية يجب مناقشتها عالميا من أجل أن أتصرف وفقا لذلك في برلمان كونغو. ربما لا يمكن الجميع أن يفعلوا ذلك بنفس السرعة، ولكن على الأجندة الرقمية الألمانية أن تبادر في هذا الاتجاه. عرفت أننا لدينا بعض الوقت الإضافي، إذن يمكن أخذ أسئلة إضافية. شكرا جزيلا. اسمي
باميلا مساني وأنا من تنزانيا من لجنة شرق إفريقيا. نحن سمعنا الكثير سمعنا عن مواضيع كثيرة يمكن التعاون فيها بين البرلمانات، أيضا منها الحوار بين البرلمانات. نحتاج إلى حوار بين دولنا، ولكن السؤال الكبير المطروح هو ماذا عن الحوار مع الناس الذين لا يعرفون شيئا عن هذه القضايا؟ منتدى الإنترنت قد يستطيع أن يدبر أو أن يقيم برنامجا يمكن توزيعه في تلك الدول وفي المؤسسات المسؤولة في تلك الدول من أجل أن يفهم الجميع ما هو عمل منتدى الإنترنت وما هو أهدافه من أجل أن نتوصل إلى المزيد من الناس. شكرا جزيلا. قبل أن أعطي الكلمة لعائدة أود أن أقول ما يلي. هذه أفكار جيدة، ولكن كلها تحتاج إلى المال، ومستضيف المنتدى في هذا العام استثمر أموال كثيرة بالفعل، ولم يمكن ذلك للمستضيفين السابقين. يتم تنظيم الاي جي اف على اساس توعي من الحكومات، ومن المفيد ان تتوجهوا انتم كاعضاء برلمانات الى حكوماتكم من اجل ان تنفق هي اموالا من اجل اقامه المنتدى، لانه في كثير من الاحيان السياسيون او حتى مدراء الشركات يقولون هذا المنتدى غير مهم وهو لا يؤدي إلى قرارات، وبالتالي لا أستثمر أموال فيه، ولكن هو أساس مهم من تحضيرا للقرارات. فعليكم أن تقولوا لحكوماتكم أنه لابد من استثمار الأموال اللازمة في إقامة هذه المنتديات. تفضل هناك. شكرا جزيلا. اسمي كريستينا جيدا، أنا أعمل للحكومة المصرية، وأود أن أتوجه بالشكر للحكومة الألمانية والبرلمان الألماني على دعوة أعضاء البرلمانات إلى هذا المنتدى. يسعدني كثيرا أن حضر هذا العدد الكبير من الناس من إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط ومن مصر أيضا. أود أن أشير لكم، الكثير منكم قالوا أنهم شاركوا في المنتدى لأول مرة. أود أن أشير لكم إلى وجود شبكة تضم أكثر من 100 اي جي اف محلي وطني إقليمي وشبابي تعمل في بلدان مختلفة وفي مناطق مختلفة، وهذه الشبكة تم الإشارة إليها في تقرير الهيئة العليا للتعاون الرقمي، وأتمنى أنكم تعودون لهذه الشبكات المحلية كل واحد في منطقته وفي بلده. شكرا. للمعلومات فقط، هذه المبادرات الإقليمية والوطنية ليست جزءا رسميا من اي جي اف، ولكنها سيشار إليها في ويب سايت الاي جي اف. شكرا عريضة. أود أن أقول لكم سر، لولا السيدة عريضة أو عائدة لم يمكن لي أن أكون هنا، لأن هي شجعتني. فهذا تعاون للتعاون، هذا نموذج للتعاون بين البرلمان والحكومة. شكرا على هذا المثال. سيد هناك، مرحبا، أنا عضو في برلمان تشاد ورئيس لجنة وسائل الاتصال وحقوق الإنسان والحريات. سعيد جدا أن أكون هنا، وأن أشكر البوندستاغ البرلمان الألماني على المشاركة في هذا المنتدى. أرحب أيضا بمبادرة المنصة لتأسيس لجنة توجيهية، ولكن
كما قال زميلي قبل قليل، أيضا أود أن أنتقد المنتدى. بعض الشيء العائق اللغوي كبير بمثابة جدار فاصل، فالمنتدى جرى باللغة الإنجليزية حصرا، لم نحصل على وثائق باللغة الفرنسية ولا ترجمة عموما. ثانيا، في الشهرين الأخيرين بلدي استضاف IGF إقليمي في تشاد، وشارك في 54 دولة. أرجو أن يكون هذا IGF المحلي جزء من IGF برلين أيضا، لأنه من المهم أن نعرف ما الذي قامت به من أعمال الدول الإفريقية. لدي سؤال في هذا السياق، هل الفجوة الرقمية تم التغلب عليها فعليا؟ نحن تحدثنا عنها في عام 2003 في جنيف، خاصة في الدول غير المتطورة. السؤال الثاني، هل دول الشمال والجنوب على نفس الدرجة من التطور من أجل أن تعمل من أجل الاندماجية أكثر؟ أعتقد أن هناك الكثير من التحديات. إن تحدثنا عن الاندماج الحقيقي، لابد من مجابهة هذا التحدي، ليس فقط من الدول الإفريقية، إنما بالتعاون مع المجتمع الدولي عموما. وكما قال أحد زملائي اليوم أيضا، 30% من الأفارقة فقط يستخدمون الإنترنت. وما يخص المساواة في مسائل التعليم أيضا، أو التوفر الكهرباء، هذه تحديات هائلة لا يمكن حلها إلا عن طريق المجتمع الدولي. في المدن الكبيرة نعم لدينا كهرباء، ولكن ليس في الأرياف النائية في إفريقيا. ومشكلة أخرى أيضا، في تشاد لدينا مشكلة كبيرة مع الإرهاب، ونحتاج إلى مساعدة من أجل مكافحة هذه الظاهرة، لأن هذه الهجومات مضرة للغاية، خاصة في الدول غير المتطورة. شكرا جزيلا. الوقت يضغط علينا، إذن أقترح أن تتابعوا النقاش أثناء الغداء وبعد الظهر. والآن أود أن أعطي إدارة هذه الجلسة لزميلتي. بالطبع لم نتحدث عن جميع المواضيع، ولكن هذه كانت بداية جيدة. شكرا جيمي، كان صديقا عزيزا لي، وتحدثنا كثيرا مع بعضنا البعض عن منتدى الإنترنت. شكرا جزيلا لجميعكم، كان جميلا أن حضرتم. أنا لست عضو برلمان، أنا صحفية، ولكن مسني هذا النقاش جدا، وهذا شيء سوف أخذه معي بعد المنتدى. شكرا توماس شنايدر على إدارة الجلسة، وشكرا على المداخلات المهمة من مختلف البلدان. أتمنى أن يكون هناك نقطة تواصل بعيدة أيضا، وأن يشارك الكثير من الناس عن طريق الستريمينج. قبل الغداء أود أن أعطي الكلمة للبروفيسور دكتور بوفكان كلاينفيختر من اللجنة العالمية للاستقرار في الإنترنت، وأيضا كعضو في البرلمان الألماني.
شكرا جزيلا. اسمي فولفغان كلاينوايختر وانا احد من القدامى في اي جي اف، وواجبي انني اقوم بالقسم الاخير من هذه الجلسه. طبعا الانترنت يتم دائما بالطريقه المفتوحه ولا شفافه، وطبعا كانت هناك مناقشات بين البرلمانيين خلال الايام الماضيه، واود ان ألخصها في وثيقة مختصرة نسميه رسائل الناشئة من اجتماع البرلمانيين في منتدى إدارة الإنترنت. هذا ليس قرارا أو بيانا، ونحن نعرف جميعا من الانترنت ان هناك توجد هناك الخطوط العريضه ويتم قبولها ان كان هناك وفاق عام، يعني بدون الاتفاق باجماع على كل الكلمه المنفرده. ونحن نؤيد فقط الرساله الناتجه عن ذلك، هذا ليس لا نعتبره بيانا او اعلانا. وفي كثير من الاجتماعات هنا اقترح أنه يتم تغيير هذه الرسائل إلى نداء جيمي شولتز. أنا أتذكر الاي جي اف المناقض بنيروبي عام 2011، المؤتمر الاي جي اف الأول الذي شارك فيه جيمي شولتز، ونشأت الفكرة أن ألمانيا قد تكون مضيفا أيضا لهذا المؤتمر. وجيمي شولتز كان البرلماني الألماني الأول الذي شارك في اي جي اف، وثم صار نشيطا جدا. مانويل هيفرلين مثلا نقل حماسه اليه. عندنا ثلاثه اقسام في هذه الوثيقه، اولا خلفيه، ثم الاشاره الى وثائق اخرى، وثم ايضا بعض الفقرات العملياتيه بما في ذلك الاقتراحات، مثلا اقتراح مواصله العمل في اطار هذه مجموعة الاي جي اف. هذا النداء يقول الشيء قبل كل شيء، لأن الإنترنت هذا موضوع منازع عليه، ومن يريد أن يمضي قدما يجب أن يتحمل أيضا المصالح المختلفة. وأعتقد كلمة توازن هي الكلمة المركزية. هناك أربع محاور يعني في الإنترنت: الأمان والاقتصاد والتقنية والبشر. وفي كل النشاط يجب تحقيق توازن بين هذه المحاور. طبعا هناك أيضا مصالح متضاربة، هذا منطلق جيد والبرلمانيين يعرفون ذلك، ليس جديدا له. أنتم تعرفون هذا العمل على إيجاد حلول الوسط وإيجاد التوازن بين المصالح. والجزء الثاني من هذه الوثيقة يتعلق بستة وثائق ومنتديات أخرى. يعني ليس من الضروري أن نبتكر العجلة من جديد، يعني نتحدث منذ عقود من الزمن حول إدارة الإنترنت، وهذا كان يحرز نجاحات. وعندما نريد قدما علينا أن ننطلق من ذلك. الإنترنت له ثوارب متعددة، وبالتالي نحتاج أيضا إلى منطلقات مختلفة، وننطلق من النجاحات. أولا أجندة تونس كان وثيقة جيدة جدا، ثم إعلان مدنيار كنتيجة من عملية متعددة الأطراف المعنية من عام 2014، بيشرح أيضا مصطلح تعددية الأطراف المعنية. هذه هي وثائق للأمم المتحدة وكل دول أعضاء 193 تؤيد هذه الوثائق، ومكتوب فيها أن حقوق الإنسان والقانون الدولي ملزمان في الواقع وأيضا في العالم الافتراضي، وهذا أيضا جزء مهم جدا في هذه الوثائق. وطبعا من المهم أن نرى أيضا التقارير الأخرى الصادرة عن اللجان المختلفة، مثلا من الهيئة العليا حول
التعاون الذي شكله الأمين العام، أو هناك وثائق صادرة عن منظمة العمل الدولية والسيدة من نيكاراغوا، وكانت أيضا تشير إلى الوثائق المتعلقة بالجريمة، بمكافحة الجريمة في الفضاء السيبري. إذن هناك وثائق كثيرة جدا، وبالنسبة لكم طبعا أيضا مساعدة الاتحاد البرلماني العالمي مهم جدا، يمكن استخدام هذه الأدوات أيضا في عملكم والتعاون من بينكم. والاتحاد البرلماني العالمي كان يصدر تقريرا مهما مؤخرا، كان وهذا مهم جدا ايضا بالنسبه لتحقيق الاهداف التنميه المستدامه المحدده من قبل الامم المتحده، وهناك علاقه خاصه بالهدف رقم 9. وإذن هذا هو الإطار الذي نتحرك ضمنه. وبالنسبة للمستقبل، يعني السنوات العشر القادمة، يمكن أن نحدد فعلا المراحل القادمة. أولا، الوثيقة التي نناقشها بمناسبة ذكرى 75 سنة لتأسيس الأمم المتحدة، هذا قد يكون أيضا ورقة إرشادية مهمة جدا، وبواسطتها ننشر أفكار كثيرة تساعدنا في الحوارات على صعيد الوطني. وفي عام 2025 هناك مؤتمر فيزس زائد 20، يعني هذا سيكون قمة حول الإنترنت، لأن قبل 20 سنة كان العالم مختلف مما هو الآن. وعندما نجتمع في عام 2015 لمناقشة نتائج القمة العالمية، سيكون الأمر مثيرا جدا. وفي عام 2030 سنراجع نجاحاتنا المتعلقة بالأهداف، أهداف التنمية المستدامة. والآن يأتي لنا مانويل، وهو سيقدم الفقرة الخمسة، وثم يمكن قبول نداء جيمي شولتز. شكرا وولفغانغ. شكرا زين. أيها السيدات بساد وأيها الزملاء والزميلات، في العام الماضي شاركت في باريس للمرة الأولى في المنتدى العالمي لإدارة الإنترنت، فهناك شعرت حقا أنني أصبحت جزءا من ذلك. كان فقط هنا جيمي هولتز كان منذ فترة طويلة من بين البرلمانيين من ألمانيا الذين شاركوا في المنتدى، وعندما عاد كان يحدثنا عن المنتدى، وكان في كل مرة متحمسا جدا وقال أن هذا لقاء جيد ورائع جدا، وأن علينا أن نشترك. يعني في العام الماضي في المنتدى في باريس فهمت للمرة الأولى ماذا كان يقول لنا، إذ أنه مكان خاص حيث يلتقي في هذا المنتدى أشخاص من أنحاء العالم، من أجمع العالم، من وجهات نظر مختلفة، من أقاليم مختلفة، من الطيف الواصل للمجتمعات، ويتحدثون عن مستقبل الإنترنت، كل ذلك بروح الانفتاح للحوار. فكما تعلمون للأسف توفى جيمي شولتز في اليوم قبل الافتتاح الرسمي للمنتدى، أي يوم رقم 0، وذكرناه وأحيانا ذكره في خلال الخطابات الكثيرة أثناء الافتتاح وأثناء المناقشات مع البرلمانيين، خاصة يوم الأربعاء، ولا أثناء اللقاءات مع أيكن، مع هيئة أيكن، مع أرن فينسيرف. وكان لدينا 40 دقيقة تقريبا بين اللقاءين، وكل البرلمانيون بقوا في القاعة وتحدثوا إلى بعضهم البعض. فإذا كان حقا، يعني كما ذكرت مريان أيضا، لقاء عفوي رائع جدا، ونشأت أن هذا اللقاء أيضا نداء جيمي شولتز. ولا أود أن أذكركم بكل التفاصيل هنا، يمكن فقط أهم التوصيات. نحن البرلمانيون نود أن نتبادل حول التعاون الدولي
ونعزز ونحسن هذا التعاون الدولي حول أفضل الممارسات في البلمات الوطنية. لربما صورة رائعة عندما أتذكر كيف جيمي شولت كان يعود إلى البيت ويحدثنا ويحمسنا عما هي فكرة المنتدى، وإذا يعني نكون جزء من هذا المنتدى في كل عام في أنحاء من العالم. نحن البرلمانيين نود أن ندمج المنهجية المتعددة الأطراف عندما نقرر التشريعات التي تحكم بالإنترنت في البرلمانات الخاصة بنا، وهذا هام للغاية، إذ أننا سنعود بجزء من هذه الثقافة إلى داخل البرلمانات، وهي البرلمانات تختلف كثيراً. لدينا ثقافة مختلفة لتبادل الأحاديث في داخل البرلمانات. دعونا نعبر عن ذلك بشكل لطيف وصريح. أيضا لدينا عدد كبير من البرلمانات الحرة، ولربما نستطيع أن نعود بهذه الثقافة الخاصة بالمنتدى إلى بلداننا كي نتحدث في داخل البرلمانات الوطنية عن مستقبل الإنترنت الحر. وأخيرا وليس آخرا، وهذا ربما أهم شيء بالنسبة لجيمي بالنسبة لمن يعرفه شخصيا أيضا، نحن كبرلمانيين نود أن نعمل بشكل رسمي بمجموعة خاصة بالبرلمانيين في داخل المنتدى، ونحن نود أن نجتمع من بين البرلمانيين من أجل أن نعمل على العالم لمستقبل المنتدى. وأود أن أؤكد على ذلك هنا مرة أخرى، أن لو استطعنا أن نحقق ذلك خلال السنوات القليلة القادمة، خاصة في العام القادم في بولندا، سيكون هذا أمر رائع. وأود أن أجيب لشيء آخر أيضا، الاتحاد العالمي للبريد ومنظمات أخرى كثيرة ما تنحصر على عدد محدود فقط من الأشخاص، وهنا في المنتدى لإدارة الإنترنت الجميع يستطيع أن يحضر الاجتماعات، وليس فقط في البلدان حيث أن تكون مثلا جزء من المعارضة أو جزء من البرلمان لك الإمكانية لحضور المؤتمرات الدولية، رغم هذا الشيء المعتاد هنا في ألمانيا، ولكن ليس دوما. في بعض الأحيان العدد محدد باثنين من البرلمانيين فقط، وفي الغالب هم من أكبر كتلتين حسبيتين في البرلمان، ولربما هي ليست هكذا في كل البلدان. فإذا من الفكرة الرائعة أن يكون هناك فضاء مفتوح حيث يمكن أن يجتمع البرلمانيين من أنحاء العالم، ليس فقط من الحكومة بل أيضا من المعارضة، ويتحدثون ويتباحثون عن مستقبل الإنترنت وعن حرية الإنترنت. أظن أن هذا يتماشى مع فكرة جيمي أن المنتدى يشمل برلمانيين من كل الأحزاب ومن كل التوجهات الفكرية المختلفة في هذه العملية المتعددة الأطراف في داخل منتدى إدارة الإنترنت. إذن شكراً، شكر خاص لكم كبرلمانيين ولجميع المشاركين، وأيضا أود أن أشكر الطرف المضيف وللمنظمين، وأنا بصفتي ممثل عن المعارضة للحكومة بالطبع التي مكنت من تمويل هذا بتمويل هائل، ويعني للدعوة البرلمانيين من أنحاء العالم. تم التوقيع على الدعوة من قبل السيد ولفغانغ شويبل وهو رئيس البرلمان الألماني، وجيمي شولتز وهو كان رئيس اللجنة الرقمية، وإذا كل ذلك كان يحتاج إلى الأموال، فإذا الفضل وراء ذلك يعود إلى الحكومة الألمانية. إذا أعتقد بهذا النداء سيفتخر جيمي بنا كثيرا. إذا شكرا جزيلا على الحضور، وإلى اللقاء في المرة القادمة. شكرا وإلى اللقاء في كاتشوفيتشا. شكرا جزيلا، شكرا للجميع على الاحتمال على عبر هذا الفترة الزمنية الطويلة. الآن أمامنا استراحة غدا لغاية الساعة الثالثة ظهرا، ومن ثم نجتمع مرة أخرى هنا في تمام الساعة الثالثة هنا على هذا المسرح. إذن أتمنى لكم أوقات شيقة وشكرا جزيلا.